من جديد صباح الخير على كل مستمعي ومستمعات صباح ان شاء الله كنتمنى موفق للجميع. مرحبا بكم في برنامج شاده الاسره من دابا حتى 12 ولا فقراتنا كيف سمعتوا تغديتنا اهم اليوم رفقه الدكتوره حنان بديع اللي هي صباح النور اللي هي اخصائيه في امراض التعفنيه والاوبئه. تماما صعيب صراحه المسمى وهذه الوقيته ربما ديال الامراض التعفنيه ديال الامراض التنفسيه ديال الفيروسات فهذه لا بيريود. صباح الخير جميلة، صباح الخير على المستمعين الكرام. كيف قلتي وكيف هدرنا في الحلقة السابقة، دونك تغيرات ديال المناخ وبالأخص ملي كيبدا يبرد الحال كنعرفوا ارتفاع كبير في عدد الحالات ديال الإصابات بالزكام مثلا بالإنفلونزا كوفيد. الانتشار بزاف العدد كبير من الفيروسات هذا الشيء كيتواكب كذلك مع الدخول المدرسي دونك يتلقاو الأطفال بزاف دونك كيكون انتشار حتى بعض الفيروسات اللي كتهم الجهاز الهضمي. صح صح. اذا اليوم بما انه ملي كنقولوا حنا الخريف او الشتاء دونك بزاف منا كيحاولوا يردوا البال خاصه الناس اللي عندهم حساسيات او الناس اللي عندهم ضيق تنفس او ما يسمى بالضيقه. كنتكلموا دائما على هاد الامراض اشنو غيكون كيفاش غتكون نزله عليهم. اكيد كيمشيو يتبعوا مع الاطباء ديالهم ما هو دوائي ولكن كنحاولوا نقويوا المناعه ديالنا ونقاوموا هاد الشيء بالتغذيه. أجي ندير واحد الإشارة أولية، أشنو الأمراض اللي كاينة من غير الرواح ومن غير الكوفيد، أشنو الحاجات اللي تقدر تختلط وهكذا تكون إشارة منك ونصيحة منك لكل مستمع مسمعات أنا خاصو يردوا البال كوفيد مازال وكيف تصرح أن نقدروا نكونوا على أبواب الموجة الخامسة. لك الكلمة. تماما. دونك الموسم ديال الفصل البارد دونك كيعرف ارتفاع ديال عدد الحالات ديال نزلت البرد الزكام الانفلونزا كيف ما ولينا كنعرفوا دابا في ظل دونك لا توندونس الوبائيه اللي عندنا دابا انه دونك كيرتفع عدد الحالات ديال كوفيد كذلك وكيف ما تم التصريح من طرف وزاره الصحه دونك اننا نقدروا نكونوا على ابواب موجه خامسه لذلك خاص ناخذوا الحيطه والحذر بالاخص بالنسبه للاشخاص اللي كيكون عندهم هشاشه على مستوى دونك الجهاز المناعي. اذا كيف قلتي الناس اللي عندهم ربما الجهاز المناعي ديالهم ضعيف او مناعته ضعيفه اللي هما كنتكلموا على الناس اللي عندهم ربما الاورام السرطانيه الناس اللي عندهم امراض مزمنه السكري وغيرها امراض القلب امراض القلب والشرايين صح السمنه اكيد السمنه اليوم ولات مرض يعني صراحه ولات حاله مرضيه اللي كتاثر بشكل كبير على دونك لي بيرفورمانس اولا على الجهاز المناعي بشكل عام. دونك حنا اليوم دكتور نبغوا نعرفوا معك بحال مثلا الناس سيفغي ملي تيكونوا الناس عندهم مثلا امراض او الحساسيات كيكونوا ديجا عارفين نوع الحساسيه ديالهم. حنا كنتكلموا الناس اللي كتمشي تشخص والناس اللي عارفه نوع الحساسيه ديالها واخده احتياطاتها اكيد بعض المرات كنغفلوا لان ملي تنشوفوا تحسننا خاصه في الفصل ديال الصيف تنقولوا معليش ولكن على العموم الناس عارفه ان عندها حساسيه او لهذا النوع من الحساسيات فكياخذوا الادويه ديالها. ولكن اجي نشوفوا معك في التغذيه كاين شي امور نقدروا ناخذوها في التغذيه اللي تقدر تقوي المناعه ديالنا اللي تقدر انها على الاقل كيف كنقولوا حنا كتسخن الذات وتحمينا بطبيعه الحال. دونك دايوغ حنايا التقاليد الغذائيه عندنا في المجتمع المغربي دونك كاينين بزاف الاطباق اللي كتعتبر اطباق شتويه بامتياز دونك اللي كيستهلكها المواطن المغربي بالاخص في فصل الشتاء. دونك بالنسبه للاشخاص اللي عندهم حساسيات دونك اول حاجه اللي خصنا نعرفوا هو انهم العلاج ديالهم خاص ضروري مثلا الناس اللي عندهم الربو او لا عندهم مشاكل ديال الجهاز التنفسي ضروري خصهم يكونوا العلاج ديالهم يكونوا متبعينه ويكونوا مستشارين مع الطبيب المعالج ديالهم وحنا كنسميهم يكونوا كونترولي بحال مثلا بالنسبه اللي عندهم الناس اللي عندهم الربو كيكونوا على حساب التطور ديال الحاله ديالهم كيقدروا يكونوا عندهم الرابوز اللي كيوسع العروق اللي كيكون عندهم رابوز ديال الكورتيكويد دونك كل حاله وكاين اللي كيكون عندهم بجوج وكاين الناس اللي كيستعملوا الرابوز ديال الكورتيكويد مع مع دونك الادويه اللي كتوسع القصبات الهوائيه دونك
بصفه دائمه, دائمة وي. دونك هذا الشيء باش كيخلي ان العدد الحالات ديال 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 لي كريز انه يكون قليل. دونك كنعرفوا انه في فصل الشتاء او في فصل البارد يقدر يكون غير مثلا رشح صدري, يقدر يكون غير نزله برد او لا زكام او لا عدوى فيروسيه او لا بكتيريه تقدر تؤدي الى مضاعفات خطيره عند هاد الاشخاص. دونك اول حاجه هو الدواء ديالهم خصو ضروري يكونوا متبعينه, وخص ضروري استشاره الطبيب المعالج قبل ما تبدا يعني البرد. المرحله ديال البرد. الحاجه الثانيه هو اللي كنا هضرنا عليها المره الفايته, اللقاح اللقاح ديال لاغريب او لا الحقنه, دونك الجرعه المعززه ديال كوفيد 19. دونك هاد اللقاحات هي بالنسبه للاشخاص اللي عندهم هشاشه في الجهاز المناعي كتساعد على اننا نحميو هاد الاشخاص من النزلات ديال 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 الانفلونزا ولا من النزلات ديال كوفيد اللي يكونوا خطيره اللي تقدر تؤدي الى مضاعفات خطيره ولا قدر الله حتى الوفاة. صح دونك حنا كتجي من بعد دونك التغذيه, الدور ديال التغذيه اولا كيف ما دونك كيف ما كنستعدوا للبرد اننا كنشريو دونك ملابس سخونه احذيه سخونه. دونك حتى بالنسبه للتغذيه خصنا نستعدوا دونك كنوليو نستهلكوا اغذيه اللي كتوفر لنا طاقه ودفء اكثر للجسم. هذا هو النقطه اللي غنرجعوا نتكلموا عليها, نشوفوا التغذيه ديالنا في فصل الشتاء كيفاش خاصها تكون باش هكذا كنحميو الذات ديالنا وكذلك كنحسنوا من الوظيفه ديال الجهاز التنفسي ديالنا, وخاصه الناس اللي ربما كتكون عندهم كيف قلتي هشاشه على مستوى ربما هاد الامراض هذه. اكيد غنرجعوا معاك ومع كل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا دائما. رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536 على شدا اف ام. من جديد مرحبا بكل مستمعين والمستمعات دائما على شدا اف ام, مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم. اليوم كنتكلموا على التغذيه بعد ما شفنا مع الدكتوره حنان بديع اللي شفنا معها اول شيء ان كاينين بعض النزلات او بعض الامراض اللي تتكون موسميه تتكون ديال الوقت, منها الفيروسات اللي كتجي على مستوى القصبات الهوائيه كيف كنقولوا حنا الرواح, الكوفيد اللي مازال كاين وكيف قلتها راه صرحوا بلي اننا حنا على ابواب الموجه الخامسه. دوك خاصنا نرجعوا للعادات ديالنا اللي غفلناهم واحد شويه ديال الكمامه ديال فوالا تباعد التعقيم. دابا عرفتي شنو الغريب دكتور, انك ملي تكون مريض وكتبعد على شي واحد ما كتبغيش انك هذا كيقول لك تسلم ماشي مشكل بحال دابا انا ضربني البرد فبعدت على بزاف الناس. انا بحكم انني عندي الحساسيه فدغيا دغيا كيغفلني البرد. مزيانه جميله ملي جبتي هاد النقطه. بزاف الناس ملي كتقول له لا راني مريض راه عندي الرواح خايف لا نعاديك يقدر يكون كوفيد كيقول لك ويلي وكوفيد حنا راه دوزناه المشكل اللي كيعرف ماشي يقدر ممكن يرجع هما العواقب ديال الكوفيد. اننا باقيين لحد الساعه باقين بزاف الحوايج ما كنعرفوهمش على الكوفيد حيت يلاه دابا شحال عامين ولا 3 سنين باش تعرف هذا المرض. باقين العواقب ديالو على المدى البعيد باقين ما عارفينهاش. سيغت عارفين واحد الحوايج, عارفين انه كاين واحد المشكل اللي كنسميوه لو كوفيد لا المتلازمه ديال الكوفيد ديال المدى الطويل اللي كيقدر يعطي بعض المشاكل على مستوى الجهاز العصبي على مستوى الجهاز ديال الغدد. دونك كاينين بزاف ديال العواقب اللي الناس ما كتاخذوش بجديه, كتاخذو بحال شي نزله ديال البرد عاديه ولكن راه فيروس اللي كيقدر يكون خطير. حيت هادشي اللي تقال ان الكوفيد غيجي مع الوقت غيولي بحالو بحال نزله ديال البرد. ولكن الا بقى كيتعاود كل مره راه يقدروا يكونوا عندنا عواقب وخيمه. المهم انا كنتمنوا السلامه للجميع وما فيها باس رجعوا لهاد العادات لان هاد الوقيته ديال البرد. دونك كاين الرواح كاين هاد النزلات كاين هاد الامور كلها فما فيها باس اننا ننزلوا ونعاودوا نرجعوا للبافيت او الكمامه. التعقيم داك رش مزيانه كانت مزيان صراحه سلموا من بعيد السلام عليكم. فهمتي بالاخص في هاد الوقيته اللي الفيروسات كتكثر بزاف وكنشوفوا ان حتى في المحيط ديالنا بزاف الناس دابا حاليا اللي عندهم نزلات ديال البرد عندهم اعراض عندهم كيكحوا كيعطسوا عندهم سيلان في الانف عندهم حريق في الراس عندهم الم في المفاصل. هادشي راه كيف ما كنا شرحنا الناس دابا
كل شيء عارفين وواعيين بهذه القضية يقدروا يكونوا أعراض ديال كوفيد. صراحة أنا ما عنديش الكحة، ما عنديش العطيس، ما عنديش الحمد لله. دونك لا كيف قلتي، احنا ربما شخص واحد مرض غير عادي الكل هذه الحاجة، هادشي علاش الإنسان ياخذ وقايته، الوقاية من خلال الأدوية، من خلال بزاف ديال الأمور، وعاد باش التغذية ديالنا اللي هي غنتكلموا عليها دابا. كيف قلتي هذه الوقيتة ديال بزاف ديال المواد الغذائية اللي كتنستهلكوها في الشتاء، بحالاش؟ الوغ بحالاش، دونك الحمد لله، دونك لله في خلقه شؤون، دونك كل موسم كتكون الخضر او الفواكه اللي كتجي معاه مناسبه لهذيك الوقيته. دونك حاليا كاينين الخضر الجذريه بحال البطاطا حلوه، بحال اللفت، بحال الفجل، بحال الخرشوف. دونك هادو الخرشوف بدا دونك هادو دونك خضر اولا اغذيه اللي كت دونك اللي كتكون غنيه بالفيتامينات بحال الفيتامين ا، فيتامين او بالنسبه للبطاطا حلوه، اللفت والفجل هما غنيين بالمعادن بحال الكبريت، بحال الزنك، اللي مهمين الجهاز ديال المناعه. دونك هما كيحفزوا الجهاز ديال المناعه، وفي نفس الوقت فهما اغذيه اللي كتعتبر اللي كتاخذ وقت طويل في الهضم ديالها. دونك الجسم كيولد واحد الطاقه وكيستمد كيستهلك واحد الطاقه في الهضم ديالها، الشيء اللي كيخلي اننا الجسم كيولد واحد الحراره باش كيشعر بالدفء. دونك هادو اغذيه اللي كتخلي ان الجسم في هذاك الوقيته ديال فاش كيستهلك هاد الاغذيه كيكون دونك توليد ديال الطاقه على مستوى الجسم، هو اللي كيخلي هذاك الشعور بالدفء. زياده عليها انه كيعطي واحد الاحساس ديال الشبع طويل. دونك بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الحميات فهادو اغذيه اللي ممتازه جدا بالنسبه للناس ديال الحميه. كاينين دونك الاغذيه اللي غنيه بالبروتينات، سواء البروتينات الحيوانيه او البروتينات النباتيه. دونك نهضروا بالاخص على البروتينات الحيوانيه، دونك كنلقاوها في اللحم، اللحوم الحمراء، كنلقاوها في الدواجن، كنلقاوها في الاسماك. دونك هادو اغذيه شتويه بامتياز بالاخص الاسماك. دونك حيت كتكون غنيه بالفوسفور، غنيه بالمعادن، وكاين اللي فيها الاوميغا 3 فوالا، بالاحماض الدهنيه. دونك بحال الطون، بحال لي سارديد، دونك السردين. دونك هادو اغذيه غنيه بالاحماض الدهنيه، واللي حتى هما الهضم ديالهم كيولد لينا هذيك الطاقه وكيخلينا كنشعروا بالدفء مزيان. بلا دونك سون بارلي على الفوائد على مستوى الجهاز المناعي، حيت كيحفزوا الجهاز ديال المناعه. وكاينين الاغذيه اللي غنيه بالبروتينات النباتيه واللي هي القطاني. القطاني دونك لا يختلف اثنان على انهم اغذيه شتويه بامتياز. دونك كلشي كلها من الفول، العدس، اللوبيا، الجلبانه، دونك كلهم هادو اغذيه حيت غنيه بالكربوهيدرات وغنيه العدس بالانواع ديالو، كاين الصفر الاحمر، العدس العادي هذاك لو مارون، هادو اغذيه اللي غنيه بالكربوهيدرات، غنيه بالبروتينات، وغنيه حتى بالحديد. دونك الهضم ديالهم حتى هو خلينا اننا كيف ما كنعرفوا دونك كيعطيونا واحد لا سونساسيون ديال الشبع او الاحساس ديال الشبع لمده طويله، والهضم ديالهم كيستهلك مده طويله في الجهاز الهضمي. مثلا طبق ديال القطاني كيقدر يكون يمثل لنا وجبه كامله فيها البروتينات، فيها الحديد، وفيها حتى الفيتامينات المهمه. دونك هاد الاغذيه دونك بالغنى ديالها بهاد المركبات الغذائيه اللي هي مهمه للجسم، كتخلينا اولا اننا نولدوا الطاقه في الجسم، كنحسوا بسخونيه ملي كيتم الهضم ديالهم. وثاني حاجه فهي مهمه حيت كتعطينا العناصر اللي مهمه لعمل الجهاز المناعي.
جميل. مازال نرجع معك ونشوف واش كاين مواد اخرى. سي فغي القطاني من الاشياء اللي الناس كتستهلكها في البرد بشكل كبير. ما عرفتش الثمن ديالها شحال واصل صراحه. مسردين انا قالوا لي شويه طالح، ولكن دائما الله يصاوب الله يقاد الامور. اكيد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بالتواصل ديالهم دائما. رقمنا راه الاشاره 0522630536 على شاده اف ام. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات دائما على شاده اف ام، مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم. رقمنا راه الاشاره 0522630536. مازال معنا الدكتوره حنان بديع. اليوم كنتكلموا على الاغذيه ديال هذه الوقيته، واللي قلنا كتعطي طاقه، واللي قلنا كتحمينا، واللي قلنا كتدفي اصلا الذات، وبالتالي انا كتقدر تحمينا نوعا ما من بعض النزلات او لا شي حاجه، او دوك الامراض الانتهازيه ديال البرد وهذا الرواح اللي تنقولوا. تكلمنا على خضار بحال مثلا الفجل، اللفت، البطاطا الحلوه، الخرشوف، كاينين دابا هذه وقيتهم. وتكلمنا على القطاني بكل الانواع ديالها. شنو المواد الاخرى حنان اللي تاين كن نستافدوا منها؟ الوغ كاينين الفواكه الحمضيه، دونك دابا سي لا سيزون ديالها، دونك البرتقال، الحامض، الرمان، هادو كيف ما قلنا في الحلقه اللي فاتت فواكه اللي غنيه بلا فيتامين سي. وكل شيء كيعرف الدور ديال فيتامين سي في تعزيز المناعه. صح. كذلك انهم فواكه او اغذيه غنيه بمضادات الاكسده، وحتى هما دونك مصادر ديال الطاقه للجسم، دونك الاستهلاك ديالهم كيعطينا دونك حمايه للجسم من 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 هاد الامراض ديال فصل الشتاء، وكذلك كيكونوا مصدر للطاقه ومصدر دونك للدفء في فصل البارد. كاين كذلك دونك هذا الاجبان، دونك المره اللي فاتت هضرنا على الميكروبيوت انتستينال. صح. اولا البكتيريا المعويه. دونك هضرنا على لي بروبيوتيك، لي بريبيوتيك، دونك البكتيريا النافعه اللي كتكون في الاغذيه. دونك هاد البكتيريا كتكون بالاخص في المشتقات الحليب، في الحليب والمشتقات ديالو اللي كتكون فيهم المخمره، بحال الريب، بحال اللبن، بحال مثلا السمنت، كذلك خميرة البلدية. دونك هادو أغذية اللي كتكون فيهم هاد البكتيريات، واللي تا هما كيعزوا المناعة ديال الجسم، واللي كيعاونوا في العمليه ديال الهضم. وكذلك دونك فهم كيتعتبروا بطريقه غير مباشره دونك مصدر للطاقه. من حيث انهم كيعاونوا في الهضم ديال هاد الأغذية. ان كذلك المكسرات والفواكه الجافه، دونك اللي هي غنيه بالمعادن بحال السيلينيوم، بحال الفيتامينات، بحال لا فيتامين او، لا فيتامين ا، دونك الجوز، اللوز، لي نوا د كاجو، هادو كاملين غنيين بمضادات الاكسده، غنيين بليزوليغو اليما او المعادن اللي هما كذلك مهمين في الحمايه من سميتو، وكي كتعتبروا مصادر ديال الطاقه، حيت فيهم احماض دهنيه، دونك اللي كتكون كنسميوها احماض دهنيه احاديه. مزيان. كاينين دونك الاشربه الساخنه، دونك مشروبات، يعني المشروبات الساخنه، دونك يقدروا يكونوا بحال دي تيزان. وكاين الحساء، دونك الشربات، دونك فصل الشتاء، دونك كيتعتبر دونك الفصل ديال استهلاك هاد الاطباق، دونك اكثر حاجه دونك هي الحسوه ديال الشعير. دونك الحبوب الكامله بصفه عامه دونك كتعتبر دونك حتى هي مصدر ديال الطاقه، بحال الشعير، بحال الذره، بحال الحلبه، دونك هادو مصادر ديال الطاقه مهمه. الخرطال او الشوفان، الشوفان حتى هو كذلك. إلان حتى هو مصدر ديال الطاقه، كيتعتبر حتى هو حيت غني بالكربوهيدرات وغني كذلك بالكالسيوم. دونك مهم البلبوله ديال الشعير بيان سور، دونك هي دونك كتعتبر من بين الحبوب الكامله الممتازه للاستهلاك في هذه الوقيته. دونك كلشي كيعرف ان الحسوه ديال الشعير دونك كتستهلك بواحد الطريقه كبيره، وحتى الناس اللي كيمرضوا بالبرد دونك من بين الحوايج اللي كيديروا باش كيدفاو انهم باش كيحيدوا هذا هي الحسوه ديال الشعير،
بالاعشاب مثلا بالزعتر وبالفليو دونك كتساعد في تهدئه هذوك الاعراض ديال النزله ديال البرد بحال الاحتقان اللي كيكون على مستوى الانف او لا الرشح اللي كيكون في الصدر دونك هادو دونك اغذيه اللي مهمه. كاين كذلك هضرتي على إيلان دونك قلنا إيلان فهو كيتعتبر من الحبوب الممتازه بالنسبه للاطفال اللي كيكونوا في طور النمو دونك حيت كيعاون على دونك نمو العظام وعلى الصلابه ديالها وتثبيت الكالسيوم على مستوى هاد العظام. مزيان. نسولك على ملي تكلمنا على الحسوه ديال البلبوله وتكلمتي ان كيديروا لها الزعتر زائد الزعتر زائد فليو هنا الناس كي اللي كيدير لها داك السانوج تماما السانوج كتعتبر من الحبوب اللي حتى هي ممتازه وعندها خصائص كتعتبر من الحبوب السخينه اللي كتسخن كي تقدر يتشرب وحديتو السانوج او لا كاينه واحد الطريقه اخرى بحال مثلا الناس اللي كيكون عندهم احتقان على مستوى الانف ولا الجيوب الانفيه دونك كيسخنوا وكيشموا دونك هذا دونك كتعتبر دونك طريقه فعاله اللي كتقدر حتى هي كتهدئ من هاد الاعراض ديال النزلات ديال البرد. نعم تكلمنا على التيزان او المشروبات السخينه من غير الشربات. الناس اليوم بزاف كتمشي بحال مثلا كتضيف مثلا في الحليب سكنجبير كتضيف القرفه هضروا على سكنجبير بوحدو حيت عنصر شابيتر كبير دونك عنصر مهم حتى هو دونك سكنجبير والثومه وزيت الزيتون دونك هادو ثلاثه العناصر اللي مهمين وما كاينش شي واحد اللي ما يستهلكش شي واحد في هاد الثلاثه ديال العناصر في فصل البرد في الفصول كامله صراحه يعني لا بالاخص فصل البرد دونك ما كاينش شي واحد اللي ما غيقدرش يكون استعمل شي واحد من هاد الثلاثه سواء دونك للوقايه او لا للتدفئه صح او لا كذلك حتى بالنسبه للعلاج دونك بالنسبه للتخفيف من الاعراض ديال النزلات ديال البرد دونك بالنسبه للاشربه السخينه دونك كاينين هادوك لي تيزان كاينين الاعشاب وكاينين حتى الحبوب مثلا بحال القرفه ولا القرنفل دونك هما كيتعتبروا دونك من بين دونك كيتعتبروا توابل او بهارات دونك اللي حتى هي كتعمل على تسخين الجسم حيت كتنشط الدوره الدمويه كاين دونك كيف قلنا الزعتر فليو دونك هادو دونك اعشاب اللي حتى هما عندهم من غير الدور ديالهم في انهم كيسخنوا الجسم وكيعطيو هذاك الاحساس بالدفء عندهم دور مضادات للالتهاب ومضادات للاكسده لا مضادات حيويه دونك اللي كيقدروا يقتلوا لينا دونك بعض الفيروسات والبكتيريات. مزيان اجي نرجعوا نتكلموا باختصار على الثومه والسكنجبير وزيت العود اهميتهم. الوغ هاد لا سيزون كيف ما كنعرفوا سي لا سيزون ديال الزيت وزيت الزيتون دونك زيت الزيتون ما كاينش اللي ما كيستعملوش وما كاينش اللي ما كيتناولوش في هاد لا سيزون بالاخص ملي كيكون باقي جديد دونك زيت الزيتون عنصر غذائي مهم بعدا في الثقافه ديال المغربية و فهو دونك غذاء اللي غني بالاحماض الدهنيه والاحماض الدهنيه اللي كاينه في زيت الزيتون فهي احماض دهنيه اللي هي سهله في الهضم والامتصاص وفي الامتصاص اللي ما كتعطيناش المشاكل ديال الكوليسترول لو موفي كوليسترول في الدم دونك ملي كيتم الهضم او لا الهضم ديال هذا الزيت دونك كيعطينا بالاخص لو بون كوليسترول اللي كيتسمى الاتش دي ال دونك الكوليسترول اللي عنده ان بوا موليكولير او لا وزن جزيئي كبير اللي كيكون بالعكس عامل ان كيكون من بين العوامل اللي كتحمي دونك من الامراض ديال القلب والشرايين. دونك هاد الخاصيه ديال زيت الزيتون كتخليه انه نقدروا نستهلكوه واخا الاشخاص عندهم كوليسترول او كوليسترول سي فري كو خصهم يستهلكوه بطريقه دونك معقوله ولا بنسبه معقوله ولكن يمكن لهم يستهلكوه
حيث عنده هذه الخاصيه خاصيه ديال انه مضاد للاكسده وانه دونك كي كيحفز الجهاز ديال المناعه باش كيقاوم دونك بعض البكتيريات وبعض الفيروسات. نعم هذا زيت الزيتون. ثوما ثوما كتعتبر دونك عروس فصل الشتاء ان انتيبيوتيك ناتوريل دونك مضاد حيوي طبيعي دونك كيتستعمل دونك العلاج دونك في النزلات ديال البرد في التعفنات ديال الجهاز التنفسي البكتيريا كذلك في العلاجات ديال التعفنات ديال الجهاز الهضمي كذلك دونك الا كان سميتو الا كان شي تعفن على مستوى الجهاز الهضمي دونك تناول الثوم دونك يعاون على كيقتل لنا هذوك البكتيريات وكذلك انه مضاد للاكسده دونك كيحفز لنا بطريقه غير مباشره الجهاز ديال المناعه من غير انها حتى هي مصدر للطاقه دونك حتى هي كتسخن دونك ملي كنزيدوها في اي غداء دونك يكون ما كتكون الا مفيده الانسان ما يكترش منها حيت كتقدر تعطينا بعض المرات كتقدر تعطينا مشاكل على مستوى المعدة ولا كتقدر دير لنا الهبوط ديال لا طونسيون ديال ضغط الدم عند الأشخاص اللي عندهم هذا المشكل ديال ضغط الدم. اما الاشخاص اللي ما عندهمش مشكل ديال ضغط الدم يقدروا يستهلكوها مزيان سون بروبليم. كاين ناس اللي كيمضغوها هكاك خضره وي ماشي مالي. مشكل الا كان كيستحمل المذاق ديالها خضره ما كاينش مشكل غير ما خصناش نكثروا منها حيت هي شويه مجهده دونك كتقدر تعطينا دونك هذوك التقرحات على مستوى الجهاز الهضمي بالاخص البلعوم والمعده نختموا بسكنجبير. الوغ سكنجبير دونك كيف ما قلنا سي ان شابيتر دونك الا مشينا نقلبوا على الفوائد ديال سكنجبير فهو دونك فوائد متعدده. دونك سكنجبير كيتعتبر من الاغذيه اللي مهمه في فصل الشتاء. اولا هو مضاد للاكسده مضاد للالتهاب دونك كاينين الناس اللي كيستعملوه لتلئمه الجروح لا الجروح بالعكس دونك غادي يقدر يزيد كيستعملوه كمرهم دونك لوكال موضعي بالنسبه للاشخاص اللي عندهم مثلا الم في المفاصل او الم في العضلات دونك يقدروا يستعملوه مثلا مع زيت الزيتون دونك كيدهنوا به ديك البلاصه اللي عندهم فيها الالم كيسكن هذوك الالم دونك كيقدر حتى كنقدروا نستعملوه دونك لتهدئه الاعراض ديال الامراض ديال الجهاز التنفسي دونك يقدروا الناس كياخذوه مثلا اللي عندهم السعال او اللي عندهم الكحه واخا كيبرى مثلا من التعفن او البرد على مستوى الجهاز التنفسي كتبقى هذيك الحساسيه ديال القصبات الهوائيه اللي كتبقى كتخلي لنا واحد الكحه من مورا العلاج دونك فهو كيقدر يعالج لنا هذا الشيء الم ديال او التهابات ديال الحلق كذلك كيهد لنا من هذا الشيء بحال البودر بحال طري بحال بودغ طري احسن حيت كيكونوا فيه فيتامينات كيكون باقي طري دونك الفيتامينات ديالو كيكونوا باقين وحتى كيكون انه غني بالماء دونك وكيف ما قلنا دونك الخاصيه الاخرى هو انه كينشط لنا الدوره الدمويه دونك ملي كناكلوه دونك كيكون ارتفاع في درجات الحراره حيت كيتم تعزيز الدوره الدمويه بالاخص على مستوى الاطراف مثلا في الاصابع دونك كنحسوا سخونيه دونك صبعنا ما كيبقاوش باردين ديال يدينا وديال رجلينا غير هو دونك بالنسبه للاشخاص اللي عندهم ارتفاع ديال ضغط الدم خاصهم يردوا البال ضروري من هذه القضيه حيت عنده مضاعفات كيقدر يطلع على طونسيون الناس اللي عندهم ارتفاع ديال الضغط. دونك اليوم شفنا معاك ربما من كل حاجه شويه ولكن كلها كاينه على ما كنظن في المطبخ ديالنا المغربي او لا في الاسواق المغربيه. الانسان كياخذ على قدر القياس ديالو المهم انه ينوع ويستافد. هذه بقيت ديال القطاني دونك نوعوا مره عدس مره لوبيا مره بيجي صغار نديروا دي روبا اللي كيكونوا متكاملين صح مفيده للذات مثلا غير خبيزه ديال الشعير مع زيت الزيتون مع كويس زيت الزيتون راه غالي اليوم دابا اكطوالمون فوالا ديال هاد الازمه ديال الجفاف دونك سي فري كو بزاف ديال الاغذيه ولكن حنا كيبقى الثمن ديالو دونك واخا غالي كيبقى اكسيسيبل في الثمن وفيه ماشي بحال
مثلا مثلا راه اطرو ديال الزيت راه تقريبا بحال الثمن ديال ان تريتمون ديال البرد، نقدروا ناكلوه فهمتي بطريقه طبيعيه. دونك انا غير كنشرح لك ان ديرها وقايه خير من قين طريق علاج. دونك ممتاز، كيف قلتي الانسان راه الانسان راه عينو ميزانو كيحاول انه يضبط الامور ديالو. حنا كنشرحوا في بلاصه ما ان الناس يمشيو يشريو مثلا مكملات غذائيه، نقدروا اننا نحافظوا على الصحه ديالنا أغذية طبيعية اللي كان ناكلوها كل نهار. ممتاز، شكرا لك بزاف دكتورة حنان بديل. أنت أخصائية في الأمراض التعفنية والأوبئة، مازال إن شاء الله نشوفوك دائما في حلقات أخرى من برنامج شهادة الأسرة. كل مستمعين سمعات مازال اللقاء دينا متواصل من خلالكم، من خلال التواصل ديالكم على 0522 36 0536 على شهادة فهمة. من جديد مرحبا بكل المستمعين سمعات، ومرحبا بالتواصل ديالكم دائما. نذكر برقمنا 0522 36 0536. اليوم معنا في سؤال على صحتك دكتورة فدوى ملياني اللي هي أخصائية في أمراض الجلدية وطب الجميل. صباح النور. صباح النور جميلة، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك دائما. يعطيك الصحة. دائما كنحاولوا نتكلموا على مواضيع بعض المرات كتكون جديدة وخافية علينا، وبعض المرات كتكون اللي كنشوفوها في الحياة ديالنا اليومية. اليوم موضوع شوية في شكل اللي ما نتكلموا على الندبة الجدر أو اللي ربما كتجي ملوية على مستوى الجلد ديالنا. غنشرحوا هاد الندبة شنو هي، غنشوفوا منين كتجي، واش مكونات ديال الذات أو شي حاجة أخرى، وغنشوفوا واش عندها حلول. نبداو بالتعريف ديالك ليها وشنو هي وكيفاش الناس تعرفها. ندبة جدري، حنا في المغرب ما تنقولوش هاد الكلمة، ولكن هي هادي الترجمة ديالها العربية. صح. الكيلويد، سيكاتريس كيلويد. الكيلويد هي واحد النوع ديال السيكاتريس، الندبة اللي غريبة في المظهر ديالها. صح. تتكون مرتفعة يعني طالعة على السطح ديال البشرة. حسب اللون تتقدر تكون في اللون الطبيعي ديالنا بيضاء سمراء، وبعض المرات تتكون حمراء ولا تقدر تكون بنية. إذا بعض الناس ما تنساو أنهم مثلا جاهم حب شباب في الظهر ديالهم، وسنة من بعد تتظهر فجأة هاد الكيلويد اللي هي سيكاتريس محجرة، يعني حبوبة قاصحة بزاف ومحطوطة مثلا في هاد فوق الظهر أو لا في الظهر البلاصة اللي كانت فيها هاد الحبوبة. الناس تيجيو متهولين مخلوعين تيقولوا شنو هاد العجب ناض ليا في الجلد ديالي. كيف قلتي فدوى ربما حنا ملي كنشوفوا شي حبوبه من هذا الشكل كنخافوا حتى من سرطانات ديال الجلد. بزاف ديال الناس يجيو مخلوعين تيقول لك شنو هذا الشيء، راه شافتها سيده في الحمام ولا يعني بزاف الاحيان شي حد اللي تيكتشفها، خصوصا فاش تكون في الظهر. اذا السيده ولا السيد الرجال ايضا تيجيو مخلوعين تيقولوا شنو هذا الشيء. تقدر تجي مورا الحبوب، ماشي ضروري حب شباب، الحبوب راه يقدر يجي حتى للمراه الناضجه، يقدر يجي حتى للرجل. فعل هرمونات ادويه بزاف ديال المسائل تقدر تجي مورا العلاج ديال مورا ما تبرى بوشويكه. وي تجي عند الاطفال، ولا سيكاتريس كيلويد تجي عام مورا ما تبرى الانسان. نعم، غنبغيو نعرفوا معك فدوى واش هي ضروري كتجي مورا عام، او لكن الناس اللي عندهم القابليه باش انهم يكونوا هاد الندبه هادي وناس اخرين لا. لا ابدا ابدا ما تجيش عند كل شيء. برافو على هاد النقطه، شكرا لك جميله. هذه هي النقطه، كاينه قابليه جينيه. نعم كاين استعداد جيني ان بعض الناس تيديروها وبعض الناس ما تيديروهاش. نعم، غنرجعوا ونتفصلوا في الموضوع بشكل اكبر ونشوفوا هاد الندبه كيفاش كتكون، واش كتجي على مستوى مثلا الظهر او لك شنو المناطق ديال الذات اللي تقدر تبان عليها، لان الا كانت في الوجه ما كنظنش ان الناس تعطل في التشخيص. وغنشوفوا الناس كتشخص بكري على وديتها او لا، وغنشوفوا حتى ربما طرق العلاج ديالها والطرق المتاحة أيضا، واش كاينه شي حاجة جديدة. رفقتك دائما الدكتورة فدوى ملياني كل مستمع سمعات، إذا مرحبا بالتواصل ديالهم في هذا الموضوع على 0522 36 0536 على شهادة فهمة. من جديد مرحبا بكل مستمع سمعات، مرحبا بالتواصل ديالكم دائما. نذكر برقم التواصل 0522 36 0536. مازال معنا الدكتورة فدوى ملياني كنتكلموا على الكلويد أولا ندبة ديال الجدر أولا جدري أولا كتكون جدره يعني انها عشان تسمي هاد السميه كتسمي بحال شي حاجه من الجدر.
هذه ترجمه ولك ما عمرنا ما سمعنا. لا حنا قلبنا لا الترجمه مش الناس فهم معنا واكيد حتى يعني الدول العربيه اولا العرب اللي مقيمين هنا بالمغرب هما يفهموا معنا حتى هما علاش كنتكلموا اغلبيه تقول كلويد سكار صح. شفنا انها كتقدر تجي من خلال الاثار اولا المخلفات ديال لاكني او الحب شباب اي حبوب على مستوى الذات ممكن انها تخلفها. هاد المساله هذه تكلمنا حنا على الظهر، ما انا نبغي نعرف معك واش كتظهر على اشنو المناطق اللي كتقدر انها تظهر عليهم. نعم هاد السيكاتريس تقدر تظهر في الجسم كامل ولكن كاين مناطق تنشوفوها بزاف. الاذن الاذن يعني الناس اللي عندهم قابليه يديروا هذا النوع ديال السيكاتريس فاش يتقبوا ودنيهم ماشي دائما في الثقبه الاولى يعني اللي كاملين حنا تنديروا فيها الحلقات، ولكن فاش يطلعوا شويه الفوق في جهه هذاك الغضروف تما تنشوفوا ان بلاص ما تيسيكاتريسيو عاديين تيسيكاتريزيو بواحد الطريقه اللي هي مرضيه. اذا التعريف ديال هاد السيكاتريس كيلويد هي نوع ديال لا سيكاتريس ولكن مرضية ماشي طبيعية لأن الإنسان فاش يتجرح فاش الجلد يتحل الطبقة الثانية ديال الجلد فيها خلايا ليفية يعني فيها ألياف، خلايا تنتج الألياف، الألياف هي خيوط الكولاجين. هاد الخيوط الكولاجين بلاص ما تتنتج بطريقة عادية باش تسد لينا الجرح تتنتج بطريقة مبالغ فيها كثيرة على القياس وتبقاو هاد الخيوط ديال الكولاجين تتكاثروا وتطلعوا فوق من سطح البشرة وتيديروا واحد الحبوبة قاصحة بزاف تجي بحال الحجرة. صح. بعض الأحيان تجي فوق من مثلا الناس اللي داروا جراحة، نهضروا مثلا على الغدة الدرقية، الجراحة ديال الغدة الدرقية تتكون على شكل سيكاتريس أفقية. بعض الأحيان في هذيك السيكاتريس فاش تسد تتبدا تتقصح، ما تنقدروش نقولوا كيلويد إلا مراعم الا ما مشاتش وبقات قاصحه وبقات تتكبر وطلعت بزاف على سطح البشره تنقدروا نقولوا فوالا هذه راه سيكاتريس كيلويد خاصها تعالج حيت ما غاديش تمشي بوحدها. تفكرت الناس اللي كيديروا العمليات القيصريه؟ نعم العمليات القيصريه تتقدر مازال غنرجعوا نتكلموا على غير ناخذوا احمد من بنقرير. احمد السلام عليكم. لا بخير الحمد لله. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. الله يخليك. بغيت نسول الدكتوره، عندي شي حبوب في الجلد ومني كبر عليا كنت دوزت وجات لي الدكتوره واحد الدواء واحد الرشاشه كنرشفو، ولكن كيبقى وكيخرج لي بلاصه اخرى. نعم. كيبقى هذيك البلاصه ديالو كتبقى كحله. نعم. هاد الحبوب هذا فين كاين لك على مستوى فين؟ نعم الدكتوره معك جميله دابا الدكتور كتسال فوالا قول لي فين كاين الحبوب؟ عندي في رجليا وفي يديا البلاصات اليدين باينين. فوق اليد ماشي في التحت اليد. فوق اليد. عندي فوق اليد والجنب ديال اليد. جيت لكم هنايا. واخا. أصبغي تسولي الشكل ديالو. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم أحمد. عليكم السلام دكتورة لاباس عليك. الله يبارك فيك. بغيت نسول لون البشرة ديالك، واش أنت سمر شوية؟ لا عندي لا ماشي سمر، بيض، ولكن الفيزاج ديالي شوية هذه داكو. وهاد الحبوب هذا جاب لك حكه؟ كنت كنحك مزيانه كيجيب لي الحكه من دابا هو ما في ما داير الراس لا والو غير هو كينوض وكيبقى كحل. نعم هادو الاثار ديال الحبوب. نعم بالاثار ديال الحبوب، ولكن هو الا حكيتو شي شويه كنبقى نحكو. واش كاين بالك يعطيك الحموريه؟ لا كيعطيني الكحوليه. فوالا. وقلتي استعملتي عليه الرشاشه اللي عطاتك اللي عطاك الطبيب ياك؟ كان عطاني واحد الدواء صفر. المهم الرشاشه قلتي لي وهي دايره بحال السيرو وصفر. نعم. انت في المدينه اللي فيها احمد فيها الشمس بزاف؟ بنقرير. بنقرير. الجو ديال بنقرير زوين مزيان. مشمشة. مشمشة والجو ديالها زوين تبارك الله. انت تلاحظ هاد اللون القهوي اللي تيبقى مورا الحبوب تيجيك مورا التعرض للشمس، يعني فاش تيكونوا الحبوب حمرين وتتعرض للشمس تيبراو هكاك كحلين؟ ولا تتوقع لك حتى في الجو اللي ماشي؟ واش انت كتمشي للشمس بزاف؟ كدوز الشمس بزاف. انا دابا جيت انا خدام بنقرير، انا ماشي ولد بنقرير، انا من اوريكا. ولكن خدام في بنقرير. نعم. ولكن دوزت واحد عامين وثلاث سنين ويخرج لي هذا الحبوب هذا. وهذا الحبوب هذا فاش يبرى
واش فاش تيبرى وتيولي كحل تتكون تعرضتي للشمس ولا لا علاقه تلاحظ انا ما عندهاش علاقه مع الشمس؟ لا لا علاقه بالشمس. هذا بحال انا قلتي تعاديت من شي بلاصه ولا ما عرفتش خرجت فيها هكا وعندي في يدي وعندي في رجلي. واخا واضح. تبقى معنا احمد في الاستماع. شكرا لك بزاف واكيد شكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات. ربما كيف كنقولها دائما كنسولكم هذه الاسئله فقط باش تي ملي تكون الاجابه ديال الدكتور او النصيحه اللي غيعطيك او فين غيوجهكم بعدا تكون واضحه على حسب ما قلتوا لينا. احنا ما نقدروش نعطيو علاجات او ما نقدروش نعطيو حاجه بالتدقيق، مي اشارات ونصائح ايضا. مرحبا بالتواصل ديالكم على 0522 36 0536. تكلمت لك على العمليه القيصريه او الناس اللي كتعمل كتولد سيزاريان، حتى هما بعض المرات الفتحه ديالهم كيقول لك ما كتبرش اولا كيقول لك دارت الجلده اولا تلوات. تيقول لك يا جميله واحد الكلمه بالدارجه تكردغات. ايه معبره جد معبره ايه هذه فريمون يعني حتى هي كتقدر حتى هي داك الكولاج. نعم نعم تيجي عندنا بزاف عندهم داك الخط الافقي ديال القيصريه ولا ديال عمليه التجميل مور عمليه التجميل، هذيك السيكاتريس اللي ما خصهاش تبان باش ما تتبينش ان الانسان داير عمليه شفط دهون ولا قيصريه تتبان قاصحه. والناس كانوا كيسحابوا باللي راه ما التئمتش لهم الجرحه او الفتحه لا الشكل ديال لهم تيديروا الكلويد من بغض النظر على مسائل اخرى. الا سمحتي جميلة نهضروا على الاسباب. اذا قلنا اولا خاص يكون قابليه جينيه، ماشي أيه. اي انسان دار هاد الحوايج اللي غادي العوامل اللي تزيد الاحتمال ان الكلويد ظهر غادي يديروها. لا خاص قابليه جينيه هي واحد. وشنو هما الحوايج اللي تيجبدوها؟ يعني كاين حب شباب، كاين يقدر يكون في الوجه ولا في الصدر ولا في الظهر، في منطقه الوجه خصوصا في الفك، يعني في البلاصه اللي فيها العظم في الفك تيقدر هذاك الحبوب. وماشي اي حبوب، خاص الحبوب يكون عميق يعني لاكني سيفير الدرجه 4 5 6 كنا هضرنا عليها في واحد الحلقه. شكرا لك. اذا ذاك الحبوب اللي تيكون قاصح بزاف تيكون عميق، فاش يكون عميق تيوصل حتى للطبقه الثانيه الداخل ديال الجلد فين كاين هاد اللي في بغوبلاص الخلايا الليفيه اللي فيهم الكولاجين، وتما تاثروا على هاد الخلايا تيفرزوا الكولاجين. صح. من تما يا تتكون اثار حب شباب اللي كثير على شكل ثقب الوجه تيبرى مثقب، ولا تيكون كيلويد. نعم. اللي مورا ما تيتعالج حب شباب عاد تنعالجوا هاد الكيلويد هذا. كيف قلتي خاصها تبقى عام باش يلا نحكم عليها انها كيلويد؟ نعم حيت قبل من عام تتقدر تمشي. نعم. بعد الشهور تتمشي، الا فاتت عام وبقات هكذاك مكوره قاصحه تنسميوها تشخيص سيكاتريس كيلويد. غير مرحب بها بعد عام خاصها تعالج. غير مرحب بها. ناخذ مكالمات دائما على 0522 36 0536. نجات من الدار البيضاء، السلام عليكم نجات. وعليكم السلام لاله. نجية سمحي لي. وي نجية كديرين لاله؟ مرحبا لاله. مرحبا. كنشكركم على هذا البرنامج وكنشكر الدكتوره. الله يحفظك ليا. شكرا. يعطيك الصحه الله يطول عمرك. بغيت نسول الدكتوره، عندي ولدي دابا من العيد الكبير ناض له واحد الحبوب هكا كيقيح مقيح باغتو سيغتو جي تحجرو تحت باطو، المهم كينوض مره في عنقو مره في هذا. والله يعطيك الصحه دوزت له عند الطبيب الاختصاصي ودارت له التحليلات وقال لي ودي عنده واحد الميكروب طالع حتى دابا كان فيها عاوتاني عطاتو لهم لي زونتيبيوتيك بزاف وعاوتاني دوزت له عنده واحد الجيني غالي أيه؟ نفس الشكل عطا عاوتاني لي زونتيبيوتيك ورغم ذلك باقي الان كينوض له ذاك الحبوب ما عرفتش مناش ما عرفتش دابا واش ندير له. درت له الحجامه غادي نعاودها له عاوتاني ورغم ذلك باقي هكاك مقيح مقيح ومسكين كي كيضطر انه هو يفكسو باش ما يبقاش يضرو. نعم قلتي كيجي على مستوى الحجر المستوى ديال العنق القلور المهم هكا فداتو فخادو. نعم. كينوض ما عرفتش ما عرفتش انا حيت كان هو كياكل الطون بزاف والدجاج حيت كيدير رياضه كيقول لي ماما والبيض سيغسو البيض كان كيدير 5 البيضات في النار ولا هذا وما عرفتش اشنو كيخلطهم مع بعض ولا تيديرهم قاربين مع بعض؟ لا كل اشاك فوالا في الصباح هكا كياكل البيض مع حيت هو دابا متبع واحد السبور ديال هذا كيقول لك كناكل داك الشيء ولاني انا خفت لا يكون الطون وهذا هو اللي اثر عليه والله ما عرفت ما قدرتش نعرف. نعم عندك لها سؤال؟ السلام عليكم ناجيه. نعم لاله. بالنسبه لهذا الحبوب هذا اللي تيقيح واش التحاليل كلهم خرجوا عاديين ما كاينش ميكروب؟ التحاليل كلهم ميكروب واحد اللي خرج عنده طالع. نعم وتيبرى وتعاود يرجع؟ لا حتى كنفكسو مسكين ويداويه عاوتاني نوض له في موضع اخر. نعم
وهكاك مقيح وكبير زعما داك الشيء كيكون زعما ماشي. وهاد الحبوب المقيح تيتجمع مع بعضياته وتيدير كيست ولا تيبقى ولا تيبقى مفارق؟ لا مفارق كلها موضوع كلها هذا كيدير له في بلاصه. واخا ودابا ديجا اللي وحده نطلو في عنق اللور دارت له ولسيسه في الجنب ديال عنق وقالت الحر ديالها. شحال عمره مدام ناجيه؟ شحال عمره؟ عنده 18 عام. واخا واخا شكرا لك بزاف ناجيه من الدار البيضاء. واكيد شكر موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا. مازال رقمنا راه الاشاره 0522 36 05 36 على شاده فهمه. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بالتواصل ديالكم دائما على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 05 36. مازال معنا الدكتوره فدوى ملياني كنتكلموا على الكلويد اولا ديك الندبه اللي كتجي باينه اولا داك الاثر اللي كيخليه قلنا حب شباب اللي كتخليه العمليه القيصريه ديال الولاده اللي كتخلي شي حبوبه جات على الذات كيتكون باثر ان الكولاجين كتفرز زياده بشكل اللي هو كبير وكتكركب ديك الحبوبه. هذا هو التعبير. ولا جرح ولا جرح وكيبقى باين على الذات قلنا حتى كدوز عام وما تحيدش او لا ما نقصش تما كنحكموا عليها انا. نعم. مازال غنتكلموا على الطرق ديال التشخيص. شفنا اصلا الاسباب ديالها كيفاش كتجي، غنشوف معك واش كاين اسباب اخرى ولا لا، وغنشوفوا الطرق ديالكم ديال التشخيص والعلاجات المتاحه بعد ما ناخذوا مريم من الرباط. مريم السلام عليكم. صباح الخير. صافا لالا؟ صافا الحمد لله، ربي يحفظك. الله يحفظك ليا. شكرا لك. ميرسي بوكو على نيني. ميرسي بوكو. بارك الله عليكم. ميرسي بوكو دكتور. ميرسي. شكرا مريم. الله يخليك. انا عندي دو كيستيون، جو سي با واش في لو ميم سوجي ولا لا. عندي لا بروميير كيستيون هو انا عندي اون اليرجي كنديرها في يامات الربيع كينوضو فيا دي بوان، كينوضو فيا حبيبات بحال العطا ديال الناموسه كتبقى واحد السيمانه. المهم كتكون كتحكني صراحه كنحكها، مي من بعد كتبراها كطبيعه كحله واخا وكتبقى وديال اللي كيجيوني الاكثريه في يديا في كرشي وفي رجليا ديال يديا وديال كرشي كيمشيو، ما كتبقاش لا سيكاتريس جون بزاف، ولكن ديال رجليا فريمون عاد رجليا اللي سيكاتريس صافي عقدوني. ومشيت باش ندير لازر ديال لا سيكاتريزاسيون وقالوا لي باللي زعما ما غاديش تكون ريزولتا 100%، زعما ما عرفتش واش واش باقي امل ولا لا. والسؤال الثاني اسمح لي الا طولت عليك. لا بالعكس مرحبا. السؤال الثاني هو راجلي عندهم بروبليم دو بسورياسيس، وفي الاول كانوا كيجيو هاد البوسي خفافين كيجيو كيمشيو كيجيو كيمشيو، خلاص في الصيف ايامات البحر والشميشه وداك الشيء ما كيبقى فيه والو، ولكن دابا مثلا غير شويه كيبدا يبرد الحال عرفتي راه سيرتو ظهرو بزاف، ظهرو كله بسورياسيس كله بسورياسيس مع الشتا كبار ياك مع الشتا مع البرد. لا في ايامات الصيف مع كيمشي للبحر بزاف ما كيبقاش كيبس ما كيبقاش حتى لا سيكاتريس ديالو ما كتبقاش. نعم. اما في ايامات بحال هكا صافي دابا راه بدا دابا راه صافي ظهروا هكا جلده وحده كلها حمراء وكتقشر بالقشور. نعم نعم واضح. نعم أسئلة مريم واضحة واضحة واضحة. مريم شكرا لك بزاف. ولكن نسولك سؤال، انت قلتي عندك الحساسية ديال الربيع، واش مشيتي دوزتي ان عندك حساسية ديال البولين او الحبوب اللقاح؟ لا مشيت دوزت وعطاني ان بيلون، درت كاع الانواع ديال الحساسية اللي عندي، خرجت لي عندي شوية ديال الحساسية في الطوم دو تير، عندي في الربيع، عندي في لوكاليبتوس، عندي المهم وداك الشيء اللي خرج لي عندي الحساسية كان ايفيتي اي بورتون مرة كتجي ماشي مرة ضروري يا ما تربيع وهذا كتجيني ديك البوسي ديال الحبوب. واه اول شيء واضحين الاسئله ديالك. شكرا بزاف مريم وغتبقي معنا في الاستماع رجاء. ميرسي افو. لا لا خطيك. ميرسي. واكيد شكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا. مازال رقمنا راه الاشاره باش انكم تتواصلوا معنا وتسولونا الاسئله ديالكم. معنا مازال الدكتورة فدوى ملياني اللي هي طب الامراض الجلديه، الاسئله تجيكم على البال ديال الجلد ممكن انا مرحبا مرحبا الا قدرنا نفيدوا الناس نعطيو نصائح. اكيد اكيد شكرا لكم على الفائده اللي كتقدموها بطبيعه الحال لا لينا لا للمستمعين والمستمعات، وكنستافدوا حتى من الاسئله ديالهم داير هذا واجب وجميله. هنا واش كاينين مازال اسباب اخرى اللي كتخلي هذه الندبه تكون خصوصا هاد جوج نقطات اللي هضرنا عليهم، القابليه الجينيه الانسان تيكون عنده قابليه انه يدير هاد لي سيكاتريس كيلويد، وشي حاجه تتسبب باش يظهروا هي جرح اثار حبوب اثار بوشويكه عمليه جراحيه ولا عمليه تجميليه ولا حروق. صح. حروق ما هضرناش على الحرق. صح. العافيه الحروق حتى هي موراها يقدر الانسان يدير لا سيكاتريس كيلويد. نعم. الناس كتجي تشخص بكري على هذه المسألة أو لا كتسنى تحيد؟ بزاف الناس ما تيعرفوش شنو هي
هذه هي النقطة المهمة. وإلى دوزنا هذه الرسالة اليوم شكرا لكم باش الناس ما يبقوش مخلوعين. احنا حاولنا نوصفوها شوية. التشخيص تكون فقط سريري يعني غير بالمظهر ديالها احنا تنعرفوها الشوفة ديالها تنعرفوها فاش نقيسوها تنشوفوها تنقيسوها تنلقوها قاصحة هي تتبقى في البلاصة اللي تحل فيها الجلد يعني بحال اللي قلنا الغدة الدرقية ديك السيكاتريس ديال الجراحة يا إما في السيكاتريس اللي كانت ديال الليفتين ديال العمل ديال شد لبغال اليدين ولا في القيصرية ولا ديال شفط الدهون وبعض الأحيان تتعدى ديك الجرح يعني تتكبر وتتعداها شوية ماشي بزاف مليمترات وتكون لون البشرة وبعض الأحيان تكون حمراء بزاف مخالفة ولا تكون مخالفة على البشرة تتولي كحلة ولا بنية وقاصحة يعني فاش حنا تنقيسو الفحص تنعرفوه. نعم دونك الناس كيف قلتي كتخوف منها الى ظهرت على مناطق اللي هي باينه سي فغي الظهر الى الانسان كان في الحمام او لا شي حد اللي شافها اللي غيقدر يقولها ليه. هنا طرق ديال العلاج وهاد ونقبل طرق ديال العلاج اشنو الوقت اللي ربما انسب باش انها تعالج؟ سؤال جد مهم. تنطلبوا من جراحة مثلا اللي تيديروا جراحة الغدة الدرقية ولا جراحة تجميلية الاختصاصيين ديال الجروح ديال الحروق تيعرفوا هاد المسائل يعني غير تيتحيد الخيط تتسد سيكاتريس. تنطلبوا إلا كان هاد الإنسان ملف تيدير هاد السيكاتريس كيلويد نديروا ليه الوقاية يعني تنديروا ليه اون بلاك سيليكون سيليكون هي صفيحات ديال السيليكون ولا على أقل تتسد الجرح بطبيعة الحال هذه وقاية ديال السيليكون وتنسولوه واش تدير فايت لك درتي الكيلويد حيث إنسان إلا دار كيلويد مرة واحدة راه احتمال يبقى يديرها في جروح لأنك تكون عنده قابلية أنه يديرها فين ما تجرح إذا باش دار الوقاية وغير تتبدأ تتقصح هذه كلاسيكات خيس تنبغيو الجراح يصيفطوا لينا باش نقدروا نديروا الخدمة ديالنا ولا بعض الأحيان راح براسو تيكون عنده آلة الليزر ولا احنا غنهضروا على هاد المسائل اللي تيعالج لا كيلويد. مي بعض الاحيان بعض الاختصاصات ما تيعرفوش لا سيكاتريس كيلويد تنطلبوا غير يتحيد الخيط وتسد السيكاتريس الا بدات تتقصح راها كيلويد خاصها تعالج ما غتمشيش بوحدها ما تمشيش بوحدها فوالا. احنا كنعرفوا ان كاينين بعض الامراض او بعض الندوب او بعض تنقولوا انها يليق اننا مثلا نداويوها في الفصل ديال الشتاء وكاينين بعض كنقولوا انها تعالج في فصل ديال الصيف. كيلويد من الحاجات اللي خاصنا نعالجوها في الشتاء او لا في الصيف او لا ما عندهاش مشكل كل فصول الكيلويد تعالج في كل الفصول الا بالنسبه للليزر اللازر الا كان غيدار سي او 2 ولا لازر فاسكولير كولورون بولسي تيخلي احمرار ولا هذا الاحمرار تعرض للشمس بحال دابا في العنق العنق السيكاتريس ديال حيت هادي تنشوفوها بزاف الجراحه ديال الغده الدرقيه هذه كلاسيكاتريس تكون افقيه تكون في الاول حمراء الا درنا ليها اللازر اللي تيحمرها وخاص واحد اسبوع باش يبرى الانسان الا مشى للبحر ولا تعرض للشمس غادي نوليو في سيكاتريس قهويه في بنيه تصبغات ما وراء الالتهاب يعني بلاص ما قادوها غنوليو تنعالجو في التصبغات هذه فقط بالنسبه الا درنا اللازر الا درنا اللازر ما درناش اللازر غنديروا المسائل الاخرى. نعم نشوفوا الطرق اولا العلاجات المتاحه قبل ما نمشيو ليها واش كاينه شي حاجه جديده فهاد العلاجات ديال هاد الندبات. نعم كاين واحد الحقن جاو من الخارج تنديروهم في الكيلويد خاص واحد المده باش نشوفوا انها واش غترجع ولا لا حيت شنو هو المشكل ديال الكيلويد. المشكل الكيلويد فاش يتحيد بالجراحه فقط تيرجع ويقدر يرجع الحجم ديالو 3 4 5 بزاف راه في البلدان اللي البشره ديالهم سمراء تنشوفوا حالات ديال الكيلويد اللي تتخلع مثلا بعض الاحيان تنبغيو غير نفسروا للانسان الكيلويد حيت بعض الاحيان تيصعب علينا نطمئنوا الانسان نقول ليه ما تخافش هذه راه غير كيلويد تيقول شنو هي الكيلويد الحجم ديالها كبير شنو هذا الشيء. نعم تنقدروا مثلا نوريو في صور في الانترنت ها اشكال ديال وتنطيحوا في بعض الحالات اللي شويه تتخلع
تسولك علاه انا غادي تولي ودني قدا هكا غادي يولي الحجم هكا فيها 5 سنتيم مثلا ماشي ديال العرض ولكن ديال انها خارجه يعني انا ديال خارجه حبوبة حبوبة كبيره بزاف بحال يعني حجم ديال ملي كتقولي 5 راه كبيره يعني كبيره تتبقى تتولد هي تتبقى تتولد وتتولي كره فوق كره فوق يعني هادو حالات مكتلة على بعضها مكتلة على بعضها حالات نادره ما تشوفهمش بزاف في المغرب شفناهم في بلدان اللي عندهم بشره سمراء بزاف لا ماشي كلشي تيدير هاد الحالات هادو حالات استثنائيه اذا الجراحه تتكون معاه الا تحيدات بجراحه عندها مسائل تترافق الجراحه يا اما لا راديوثيرابي ولا حقن. نعم ارجعوا نتفصلوا في العلاجات واكيد نتلقاو مكالمات نعم. اخرى على 0522 36 0536 على شدا فم بجديد. مرحبا بكل مستمعين ومستمعات، مرحبا بالتواصل ديالكم دائما على شدا فم خلال برنامج شدا الاسره على 0522 36 0536. كنتكلموا على الكلويد او لا كيف قلنا واحد الاثار او لا واحد الندبه كتكون على مستوى الجلد كتكون مكتله وكتكون ظاهره على سطح الجلد اما كتمشي في اللون ديال البشره ديالنا او لا كتمشي مغايره على اللون ديال البشره. شفنا الاسباب اللي كتادي لها دابا وشفنا ان كاين طرق العلاج. كنتي كاينين حقن اللي هي جديده مي دائما في اطار اننا نشوفوا الصدى ديالها من بعد نعم. شنو غتعطي وقلتي كاين علاجات باللازير او لا علاجات بالجراحه اللي كتستدعي امور اخرى مرافقه. نعم نبداو بكل ما هو بسيط اول حاجه هي الكريمات اللي فيها الكورتيزون تنديروها بطبيعه الحال. الكورتيزون هي كريمات تكتب في وصفه طبيه تتعطاش غير هكذاك حيت عندها اثار جانبيه صح. يعني كريمات الكورتيزون تدار او مساج يعني تنوركوا على ديك الكلويد باش دوك الخيوط ما تتبقاش متكتله وقاصحه. وكاين حقن ديال الكورتيزون اللي تتحقن عند الطبيب المعالج عندها طريقه كاينه ديال كل 10 ايام ممكن الحقنه اللي تمشي حتى لشهر مثلا هذه رقم جوج. وكاين الصفيحات لي بلاكت ديال السيليكون ماده السيليكون هذه واحد كيفاش غادي نقدروا نوصفوها بحال سكوتش فيها السيليكون اللي تتبقى 24 ساعه على 24 ساعه يعني نهار كامل نهار كامل 7 ايام على 7 ايام تتحيد باش الانسان تيدوش وتعاود يرجعها. هاد البلاكه ديال السيليكون تتخلي هاد الخيوط ديال الكولاجين انها تنزل ما تتبقاش ما تتبقاش على السطح على السطح نعم وتتحيد حتى الحموريه. الناس اللي جاتهم الكيلويد في شي بلاصه مثلا الاذن ما غاديش يقدروا يديروا هاد البلاكه ديال السيليكون تنقدروا نديروا الكريم اللي فيه ولا الجل اللي فيه السيليكون يعني هادو ثلاثه ديال طرق العلاج اللي تتمشي مع بعضياتها تتكون مرافقه صح. من بعد تيجي الليزر يا اما الليزر فاسكولير اللي تحيد هاد الحموريه تنسميوه كولورون بولسي ولا تنديروا لازير سي او 2 اللي هو واحد اللازير تكلمنا عليها جميله واحد النهار اللي تنعالجوا به تقابيد الحبوب الحروق المسام الواسعه عنده استعمالات كثيره. هاد الليزر سي او 2 فراكسيوني تدار مره في الشهر تدير بحال الثقب في هاد الكيلويد تيخليها تنزل وفي الحصه ديال اللازير تنديروا هاد الحقنه ديال الكورتيزون باش تدخل احسن. وكاين الجراحه اللي هضرنا عليها ما تتكونش بوحدها دابا الاغلبيه الاطباء تيعرفوا ان الكيلويد ما تداش لها الجراحه بوحدها يا اما تيحقنوا قبل من الجراحه هاد الحقن ديال الكورتيزون عاد تيديروا الجراحه وموراها عاوتاني الحقن ديال الكورتيزون. كاين اللي تيدير الجراحه مع لا راديوثيرابي واحد الاشعاعات ولا دابا ولينا تنحيدوا حنا الاطباء الجلد تنحيدوا تنقطعوها باللازير نعم يعني لو لازير شيروجيكال باش نقطعوا هاد السيكاتريس كيلويد فاش حيت تكون على شكل حبوبه قاصحه ولكن قبل وبعد تنديروا الحقن ديال الكورتيزون. نعم هنا هذا البروتوكول ربما العلاجي اشنو كطلبوا من الناس قبل ما كديروا هاد العلاجات او الجراحه او اللازير واش كطلبوا منهم شي امور وشنو خاصهم يديروا من بعد؟ الصبر تنطلبوا منهم الصبر صراحه في الامراض الجلديه صراحه هذا هو الامر اللي كطلبوه من الكل لان تكون العلاجات كتاخذ الوقت شويه طويل غير هاد المواضيع بحال هكذا مثلا الكلف الحب شباب السيكاتريس كيلويد حيت المنظر ديالها مزعج انسان راه حنا بغينا نحيدوها ليه يعني صعيب علينا نفسرو راه ما يمكنش نقطعوها راه الا تقطعات غادي تقدر الدوبل والتريبل الحجم ديالها
قلت الامور زعما واضحه ممكن اي انسان يستفسر عليها راه معروفه ماشي اول مره غادي تعرف اذا ما غاديش نقدروا نقطعوها خاص نديروا هاد الحقن الكورتيزون الانسان يدير هاد البلاك سيليكون ولا الجل سيليكون يدهنها بالكريم الكورتيزون يجي باش يحقن هاد الحقن ديال الكورتيزون والصبر والانسان راه تيشوف انه تيتحسن في كل حصه تيتحسن كل حصه واللي تنطلبوا اكثر هي الوقايه يعني الانسان اللي مال في تيدير لي سيكاتريس كيلو يتفادى انه يتجرح الا تجرح راه كتبت ولكن يرد البال يرد البال اللي كانت شي حبوبه وما براتش يعني ماشي يبطر بها ماشي يبقى تسناها تتكمل فوالا يجيب السيكاتريس وهي باقا صغيرك تجيب الحكه جميله وسي ما هضرناش على الحكه حيت تجي غريبه الانسان تيجي تيقول لك هذه بحال حبوبه قاصحه ديجا بعدا شنو هي اعمالها قاصحه بحال هكذا وعلاش تجيب لي الحكه عادي عادي هي تجيب الحكه وهاد الكريمات الكورتيزون راه تتحيد الحكه نعم من بعد الانسان ما كيدير هاد العلاجات اشنو كطلبوا منه بحال مثلا في لازير اولا هذا كاين الناس اللي كيطلبك ما تمشيش في الشمس ما تعومش دابا ما ديرش هنا في هاد الندبه هادي اشنو الحاجات اللي كطلبوا ان الانسان خاصو يرد لها البال وهو كياخذ العلاج ديالو إذا كانت في بلاصة اللي بينا يعني غادي تعرض للشمس بطبيعة الحال الإنسان فاش يدير لازر يعطي لراسو واحد الفرصة ديال أسبوع باش ما يبقاش حمر ومن بعد يدير بومادة ديال الشمس يعني حوايج بسيطة يعني ما كاينش ضرر ما كاينش فوالا والنتيجة قلتي كتبدا تبان بطبيعة الحال تتبدا تبان فقط بالسيليكون والكورتيزون والحقن مع دايره تتبدا تتبان النتيجه تبدا تتسطح تبدا تتسطح والحكه تتحيد نعم ملي قلتي الصبر شحال المده تقريبا كتاخذ هذا العلاج حسب الحجم ديالها بيناتنا شحال تقريبا كاع من شهر شهرين من شهر ست شهور من شهر العام بعض الاحيان بحال السيكاتريس كيلوي اللي تيكونوا قاصحين وكبار بزاف حيت كيلويد فيها مليمترات يلا باديه في البلاصه اللي دارت السيده فيها الحلقه مثلا ماشي بحال انها خلاتها ولات كبيره بزاف راه ما غاديش تقدر تحيد لينا فقط بالابر هنا تنضطروا نقطعوها باللازر مثلا ولكن فاش تكون صغيره يعني قد العدسه ولا قد الحمصه هنا تقدر العلاجات بدون لازر بدون الجراحه تقدر تولي سطحيه شحال ديال الوقت ما نقدرش نعرف لا زعما غير بين وبين يعني الناس غير باش تعرف ان لا راه فعلا خاصها تصبر خاصها مثلا بعض الاحيان نديروا سته الحقنات الا كان الحقنه تدار مره في 10 ايام فوالا هي شحال 3 شهور تقريبا نعم مثلا تقدر تمشي حتى العام الا كانت يعني نعم. ان الانسان فعلا على حسب الحجم ديالها وعلى حسب نعم. كيفاش تطور يعني العلاج وكيفاش تفاعل الجسم ديالو مع العلاج بعض الاحيان الا شناها في الاذن كبيره بزاف ودرنا الحقن وبنت لينا انا ما بغاتش تصغر تنستدعيو الانسان وتنديروا ليه هذه الحقن بطبيعه الحال واحد ثلاثه المرات مثلا وتنقطعوها بالليزر وموراها تنستدعيو الانسان باش نعاودوا نديروا ليه الحقن هاد غنقول واحد الكلمه تتبسط الامور تنقولوا العلاج اون ساندويتش اون ساندويتش يعني بحال هذوك جوج الاطراف الخبز هي الحقنه الكورتيزون وديك الكفته الوسطيه هي الكلويد لا هي الجراحه ولا هي اللازر دونك خاصهم يمشوا مع بعضهم يعني حقنه ليزر حقنه فوالا عاد باش الا كان تسميوها اون ساندويتش ممتاز يعني كيف قلتي تنعالجوا قبل وبعد الليزر ولا قبل وبعد الجراح كيف قلتي ربما كتقدر تاخذ سته الحقن واحد شهرين ونص بحال هكاك الا كانت الحاجه صغيره بزاف نعم. وتقدر انها تمشي حتى العام الا كان العلاج يعني او الندبه كانت فريمون كبيره بزاف تتكون بزاف على عند الرجال في الصدر الصدر مثلا تيكون شي حبوب قاصح وتيبرى بحال هكاك كيلويد ولا جرح مثلا مورا خياطه تجي مورا الخياطه هاد السيكاتريس اللي هي قاصحه بزاف هي للرجال والعيالات بنفس النسبه الرجال والعيالات وتا الاطفال صح مازال نرجعوا باش نجاوبوا على الاسئله ديال المستمعين سمعت واكيد مرحبا بالتواصل ديالكم دائما رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536 على شاده اف ام من جديد مرحبا بكل المستمعين سمعت باقين معكم واكيد مرحبا بالتواصل ديالكم مازال على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536 مازال معنا دكتوره فدوى ملياني تكلمنا على الكلويد اولا هاد الندبه اللي
كتكون محجره شويه، هذا هو التعبير، كتكون على السطح ديال البشره. شفنا الاسباب ديالها وشفنا الطرق ديال العلاج، واكيد خدينا اسئله نجاوبوا عليهم في دواء. دونك سي احمد من بنقرير تكلم على انه عنده واحد الحبوب في الجلد ديالو في الرجلين وفي اليد، تكلم على انه خدا علاجات ولكن كيجيو بالحكه كيرجعوا وكيخليو اثر سمر شويه. سولنا على الشمس وهذا، قال لك هو لا علاقه للشمس. نعم. على ما قال. نعم. اشنو نقدروا النصيحه اللي نعطيو لاحمد؟ حسب المعلومات اللي عطانا احمد انه كان عنده حبوب تيحكو حمر. علاش هضرت على الشمس؟ حيت بعض الاحيان كيف ما تنقولوا التصبغات ما وراء الالتهاب، يعني صح. الانسان تيكون عنده حبوب حمر تي الاشعه الشمس الحموريه معروفه مع الشمس تتحول الى سموريه. صح. وبعد السي احمد قال لك لا، واخا ما تكون الشمس تيبرى ليا قهوي عادي، ان ماشي عادي 100%، ولكن بزاف ديال الاحيان ان الحبوب فاش يبرى يعني تكون على شكل حبوب تنعطيو العلاج تيبرى تيولي مسطح حمر مسطح تيقدر يخلي الاثار ديالو سمر. هنا كاين كريمات مبيضه بكل بساطه، كاين دي كريم اكليرسيسونت، يعني يقدر ياخذ يا اما غادي يمشي عند الطبيب اللي غادي يكتب ليه بعض الكريمات اللي تتبيض تتحيد هاد التصبغات هاد الميلانين هذه اللي تتحط وتتبقى قهويه، يا اما يقدر يشري كريمات مبيضه راه تتباع بشرط انهم يعرضهاش للشمس. ممتاز. ناجيه وما يحكهاش، سمحي لي ما يحكش بالكيس ديال الحمام الاثار القهوين حيت تزيد الخط مكيم تزيد يولي قهوي. نعم. دونك ناجيه من الدار البيضاء تكلمت على الوليد ديالها، قالت لك عنده حبوب مقيح يعني في الجهه ديال الفخذين، وكذلك مره كيكون في العنق مره في الظهر. تكلمت انه عمل تحاليل، خرجت له واحد التحليله ديال شي ميكروب طالع، خداو مضادات حيويه، عملت له الحجامه. تكلمت على انهم الوليدات اللي كياخذوا البروتينات بزاف، يعني الطون البيض الدجاج على مستوى السبور. 18 سنه قالت لك هاد الحبوب كيكون مقيح يعني حتى كيفقسوا وكيعمل له علاج عاد كتقدر تمشي لجهه اخرى. اول حاجه ما خصوش يفقسوا، يعني كاين كريمات انتيبيوتيك مضادات حيويه. هاد الكريمات تيدار فوق هاد الحبوب المقيح وتيمشي الميكروب. بعض الاحيان الا كان بزاف بحال تنقولوا امبيتيغو، هذا تشخيص تسمى امبيتيغو هي ميكروب. بعض الاحيان تيكون ديفو يعني بزاف ديال البلايص، الا كانت مجلود مثلا مجلود ميكروب كانت وحده جوج نقدروا نديروا كريمات زائد صابون معقم. كان بزاف تناخذوا اقراص بطبيعه الحال اللي تعطيها أكيد. غالبا راه تتمشي عند الطبيب فاش يعطيها المضادات الحيويه على شكل اقراص زائد الكريمات وتيبرى. خاصها دير ريجيم بطبيعه الحال، الولد باقي صغير عنده 18 عام، فتره المراهقه خاص ما يكثرش مشتقات الحليب، السكريات، المقليات، الدهون المشبعه، الدهون المزيانه، لافوكا، هذا زيت الزيتون، الفخويساك، اللوز، هادشي ماشي مشكل، ولكن يتفادى السكريات السريعه والمقليات وداكشي اللي فيه الزيت بزاف. والا دار التحاليل اذا ما كاينش سكري، ما كاينش امراض مناعيه اللي ولا المناعه عنده طايحه باش انها يتعاود يجي هذا القيح. ما غاديش نقدر نهضر على بعض الامراض اللي تتخرج الحبوب مقيحه حيت دار التحاليل وما بانتش. اذا التغذيه جد مهمه، والميكروب راها خاصها تبقى تداويه بهذا المضادات الحيوية. وكيف قلنا كنقولوا حتى بعض المرات حتى داك التوتر او لا ستريس يعني حتى هو كيقدر انه يزيد، لانه هو بحال مثلا ولا مشطون بهم ما خصوش يفقسهم، يعني انا كيقلقوا حتى كي وما تيمشيو بالكريمات. يعني كاين كريمات انتيبيوتيك مضاد حيوية ولا بقاو تيجيو بزاف بزاف بزاف، هنا خاص تحاليل تنديروا لا بيوبسي، يعني تتخاد هاد العينه وتتحلل مجهريا باش نعرفوا واش غير ميكروب عادي اللي تيبقى يجي ولا مرض جلدي على شكل حبوب مقيح. نعم ممتاز. وترد البال حتى التغذيه ديالو كيف قلتي صراحه، لانه مراهق. نعم. مريم من الرباط تكلمت على عندها الحساسيه ديال الربيع، تكلمت انها عارفه الحساسيه اللي عندها وعملت يعني التحاليل كلها. تكلمت ان بعض ما كيبنوضوا لها شي حبيبات كيحطوا ليها كيخليوا ليها نقط كحله في اليد وفي الرجل، وهذا هي اللي قلقها ديال الرجلين انه ما تيمشيوش. سولت على اللازير، قال لها اللازير ما يعطيكش نتيجه.
اللازير ما تعطيش يعني قليل اللي تعطينا نتائج في التصبغات ديال الجسم. نعاودو نذكروا واخا جاوبنا سي احمد نفس الشيء، تتسمى لا بيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار، حنا تنسميوها بي بي اي، بيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار، هي التصبغات ما وراء الالتهاب. ماشي ضروري يكون الشمس، يعني اي حاجه حمراء تقدر تولي من بعد قهويه. هادو اثار سيدي سيكاتريس، سيدي سيكاتريس ماغون، ماشي بحال سيكاتريس كيلويد اللي هضرنا عليهم اليوم. هادو اثار ما وراء الالتهاب تيكونوا قهويين. اول حاجه اللي هي بسيطه هي الكريمات، والكريمات فيهم انواع، كاين الكريمات اللي مفتحه وكاين الكريمات مفتحه ولكن فيهم مواد بحال ماده الهيدروكينون بصفه عامه، هذه ماده تكتبها الطبيب اللي ما تتبغيش الشمس، تكتب بوصفه طبيه ماشي الاسم التجاري، ولكن بصفه عامه هذا المكون هذا خاص يكتبه الطبيب، تيكون اكثر جديه. وكاين دي بريباراسيون، كاين التقشير اللي تيدار الجسم، متفقه مع اللازر ماشي 100%، ولكن كاين حوايج اخرين تيداروا من البسيط للتقشير. نعم للتقشير. نعم سؤال ثاني ديالها رجلها على الصدفيه. الصدفيه نعم ملاحظتها جد مهمه. نعم الصدفيه تتحسن في فصل الصيف، كتكون الشمس، تتكون الشمس. داكشي علاش حنا بعض الاحيان تنديروا لي كابين دو بيفا ثيرابي، يعني هما بعض الاشعه فوق بنفسجيه في دي كابين، يعني علاج تكون في تدخل الانسان اللي عنده صدفيه كثيره تنعالجوا به تلبرص، تنحسنوا به المظهر ماشي تنعالجوا. دونك الشمس وي مزيانه للصدفيه، للبحر تتكثر في هذا الفصل، لكن الاعصاب معروف الصدفية هو مرض مناعي، ولكن تزاد بزاف فاش يكون عندنا إرهاق أعصاب، توتر والاحتكاك. الناس اللي عندهم الصدفية تنقول لهم فاش تكون الصدفية خارجة بزاف ما تحكوش بالكيس الحمام، عاود مرات بزاف الأمراض ما تتحكش بالكيس الحمام، لأن هو مرض مناعي التهابي، وعنده كاين كريمات اللي تنعالجوا به أو اللي كتهدأ به ما تعالش الى الابد، ولكن تنقدروا نحصلوا على ركول، يعني نقدروا سنين ما ينوضش. كاينه الوقايه الصدفيه خاصنا ندهنوها، ما نديروش ليها العطور، ما نلبسوش اللباس مزير بزاف، يعني كاين مسائل والنفسيه. فوالا كيف قلتي النفسيه كتكون اهم حاجه، ولكن كيف قلتي كاينين ماشي علاجات حيتيه كتبقى مع الانسان حياته كامله، لانه مرض مناعي، مرض مناعي مزمن، تنتفاداو الميكروبات. يعني الناس اللي عندهم الصدفيه دابا الفصل اللي بزاف الناس ضاربهم البرد، كاين حلاقم، كاين لا غريب، كاين بزاف الحوايج. الناس اللي عندهم الصدفيه تيحاولوا انهم دغيا يداويو هاد الميكروبات الصيبانه بحال هاد الشيء. نعم كيف قلتي يبعد على التقلقه والتوتر، ما يلبسش حويجات اللي تكون شويه مزيره، فيما بانت ليه الشمس يحاول انه يمشي، لانك كتمشي مع الشمس واخا دابا حنا كنتسناو الشتاء. وعندو في ظهرو دوك ما تنظنش الراجل غادي، العيالات تنقول لهم مثلا ما تزيروش بزاف هذا، الرجال السمطه ديال السروال نقول لهم ما تزيروش بزاف، ما يخص الحكان بالكيس في بلاصه الصدفيه بزاف اللي تيحك، وهذا خطا. نعم اذا ويتعالج بالكريمات اللي غيكون غالبا عطاه الطبيب ديالو، اكيد يتبع العلاج ديالو وما يتوترش او ما يتعصبش مع مع الصدفيه. الصدفيه خاص الواحد يكون عنده الخاطر، كان شي مشكل الواحد يحاول يحلو ان شاء الله خير. شكرا لك بزاف الدكتوره فدوى مليالي اللي انت كنتي معنا اليوم، وموضوع جد مهم، واللي انت اخصائيه في امراض الجلديه وطب التجميل. ان شاء الله لقاء جديد غيجمعنا بك، وتكون مواضيع اخرى حتى هي جديده اولا في العالم ديالكم معروفه، ولكن عندنا حنايا ما عارفينهاش بزاف، كنحاولوا ناخذوا عليها بزاف ديال المعلومات. وشكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي اكيد مازال رجعوا معاهم ونتواصلوا معاهم بشكل اكبر من خلال التواصل ديالهم على 0522 36 0536 على شهاده اف. المستمعين والمستمعات مرحبا بالتواصل ديالكم دائما، رقمنا راهن الاشاره اللي هو 0522 36 0536. اكيد شيوات مختاره ومجربه وجديده رفقتكم ايضا من خلال التواصل ديالكم، مواضيع كذلك كتهمنا وكتهم الحياه الزوجيه، فقره هو وهي، مواضيع دائما كنكون سعيده صراحه بالاراء ديالكم المختلفه اللي كتغني الحوار، واللي كتخلينا نكتشفوا شخصياتنا مع بعض، وكناخذوا دائما العبره والموعظه من المواضيع ومن الاقتراحات ديالكم والاراء ديالكم الحياتيه. دونك اليوم الموضوع ديالنا الزواج من العائله، واش انجح او لا، يعني انجع او لا كيؤدي للفشل. يعني نبغي نعرف معكم انتم
ملي تتزوجوا من العائله ديالكم، حنا اليوم ماشي العائله انها تختار لينا، ولكن تزوجوا من العائله بحال مثلا تاخذي ولد خالك، ولد عمك، بنت خالك، بنت عمك، شي واحد من العائله ديالكم، واش كتشوفوا ان هذا الزواج كيكون ناجح او لا كتشوفوا ان مع الوقت انه لا العكس؟ ولا كان ناجح تعطيونا الاسباب ديالكم وكيف كنقولوا الوصفه ديالتكم، والا كان ربما فيه فشل علاش تعللوا لنا واش نتوما مع او لا ضد؟ مرحبا بالتواصل ديالكم ايضا في هذا الموضوع من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. اكيد البوست غنجد لكم على الصفحه الرسميه شاده فين باش تعطيونا وتنورونا ايضا بالتعليق ديالكم على الصفحه، بالاضافه انكم تقدروا تتواصلوا معنا دائما على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. سريعا نمشي لواحد الوصفه اللي هي بما ان قلنا رفقه الدكتوره حاليا بادي ان لقيتها ديال القطاني وقيتها اللي هي مهمه، غنتكلموا على واحد الوصفه سهله بزاف اللي ممكن انا السيدات يحضروها. ديما نتكلموا حنا العدس، كنتكلموا على العدس ملي كنطيبوه كاين الناس اللي كيضيفوا معاه بزاف الحاجات، من الحاجات اللي كتواتم العدس هي القرعه الحمراء، يعني العدس ديالنا نطيبو بطريقة ديالنا العادية، يعني كنشلضو بصيلة، كنضيفو عليها واحد مطيشة محكوكة، من بعد كنضيفو على التوابل اللي بغينا، هنا كتجي تحميرة ممتازة، وكنشحرو مزيان، عاد ديك الساعة العدس ديالنا كنحاولو أننا نغسلوه ونخليوه يستقطر، وكنضيفوه حتى هو كيتشحر شوية، عاد باش كنرويوه بالماء. كاين الناس اللي كتروي بالماء ديال المرق ديال اللحم أولا المرق ديال الدجاج على حسب شنو توفر عندكم، سينو كنديرو الماء دافي وكنخليو داك العدس كيطيب. أكيد كنضيفو مكعبات أنها كتزيد تبنن لينا، كنضيفوا كذلك توابل خاصها تكون كاينه لاننا كنضيفوا الماء باش انها تبقى عاطيه، وتا البصله خاصنا نشلضوها رقيق باش انها تختر لينا ماشي تبقى باينه هكاك ولميه، وتنخليو العدس كياخذ الوقت ديالو باش انه كيطيب. من بعد فديك الساعات كناخذوا، يعني كاين جوج طرق باش اننا نستخدموا القرعه الحمراء، اما كناخذوا القرعه الحمراء وكنقطعوها وكنقيوها ولكن كنخليو فيها شويه من القشره ديالها وكنقطعوها مربعات وكنضيفوها في ماشي في الاخير مي قبل ما يطيب العدس، وكنضيفوها هكاك مكعبات وكتبقى راه ما كتفرتت ما حتى شي حاجه، كتجي رائعه مع العدس. سينو اننا كنقدروا اننا نعسلوا القرعه الخضراء، يعني اننا كنفوروها من بعد كنعسلوها مع شويه ديال السكر وكنرشوا على شويه ديال القرفه وكنحطوا الطبق ديالنا ديال العدس وكنحطوها هي في الوسط، يعني كطريقه ديال التزيين كتجي مواتيه، وطريقتها اننا نغيروا، يعني ديما الناس كدير العدس مع القديد مع طريفات ديال اللحم، اولا العدس هكاك بوحديتو كنضيفو معاه مثلا طبق ديال السردين اولا لي زونشوا، هذه طريقه باش اننا نبقاو نضيفو خضر اللي هي كاينه كيجي وكيتواتى ايضا مع اللفت اللي ربما هاد الماده الغذائيه اللي كنشوفوها فقط غير في الكسكسو، ولكن راه شفنا ان كاين بزاف الاقتراحات اللي ممكن اننا نصيبو بها ونقدروا بها اللفت وناخذوه كذلك. دونك اقتراح بسيط باش انكم فقط نغيروا من لي بلا ديالنا وطريقه ديال التقديم ديالها والطريقه ديال الاشياء اللي كتواتى معها. كنتمنى ان الاقتراح يعجبكم انكم تجربوا وتردوا عليا الخبر علاش لا من خلال التواصل ديالكم مباشر من خلال الحلقات ديالنا الماجيه ان شاء الله على 0522 36 0536. اما دابا كيف تعودتوا دائما فحنا غنمشيو للفقره ديالنا اللي من خلالها كتشاركوا معنا وكتفوزوا ايضا من خلال التواصل معنا على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0702 02 40 40. علاش فهمه مع فقرة مطبخ إيديال، شاركي معنا سر نجاح الوصفة اللي حضرتي لوليداتك بمنتوجات إيديال وفوزي كل أسبوع بمنتوجات إيديال وبعجانة من النوع الرفيع في القرعة الكبرى. شنو هي الوصفة اللي تبغي تقدمي لنا؟ إيديال مع الأمهات للحياة. إذن كيف دائما تعودتوا معنا في هذا الوقت كنتعرفوا على الانجازات ديالكم المطبخيه الجميله جدا، انكم كتبعثوا لنا الوصفات ديالكم كيف ولفتوا شروط باينه انكم كتبعثوها لنا على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0702 02 40 40. على شاده اف ام كتبعثوا لنا الوصفه مرفقه بالمنتوجات اللي استعملتوا في القلب ديالها بالاضافه الاسم ديالكم بالكامل والمدينه من انتم. هذا الشيء اللي عملت حسنيه من مدينه طنجه. حسنيه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. فايقه معنا ولا عيانه ولا؟ لا فايقه الحمد لله. وسمعيني صوتك مزيان. نعم تبارك الله صيفتي وصفات اللي هي مختلفه، انا اختاريت الكيك بالتفاح. اها. ناخذ المقادير ديالو تقولي المنتوجات اللي استعملتي في القلب ديالو واخا؟ واخا بسم الله. مرحبا ارفع الصوت ديالك عافاك حسنيه. بالنسبه للكيك استعملت فيه ثلاثه البيضات. كاس ديال الزيت. كاس ديال السنيده. كاس ديال الحليب. نعم. واحد جوج خمارات ديال الايديال.
واحد الساشيه ديال الفاني ديال ايديال وجوج كيسان ديال الدقيق. واخا كنخلط المكونات كامل. نسيتي الياغورت اهو يسمع عليا. واخا واحد العلبه ديال الياغورت كبيره. واخا كنخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم. ايه وكنضيف الخمارات ديال ايديال وفاني ديال ايديال والدقيق وكندهن المولد بالزبده. كنخوي فيه الخليط ديالي وكنقطع التفاح بجوج تفاحات كبار كنقطعهم وكنزيد عليهم ساشيه ديال الفاني ديال ايديال وواحد معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال السكر وكنديرهم فوق الكيكه ديالي وكندير عليها اللوز ايزيلي او الشوكولات ديال كوكيز. داك الحبيبات ديال الشوكولا. وكندخلها الفران حتى كطيب. فاش كتخرج كنزينها بالكراميل او بالشوكولات او لنتوفر. الله يعطيك الصحة. دونك هنايا التفاح ما طيبتيش غير هو حكيتي ولا قطعتي قطع صغيرة؟ لا قطعت قطع صغيرة ودرتي عليه السكر والقرفة وحطيتي من الفوق مع البيبي شوكولا عاد باش دخل الفران. درت عليه السكر ومعي لقات القرفة وواحد الساشية ديال الفاني ديال ايديال. الله يعطيك الصحة صراحة زويونة. ما شاء الله عليك حسنية. شكرا بزاف على الوصفة ديالك واكيد كتفوزي معنا بمجموعة من المنتوجات من ايديال. شكرا بزاف حسنية. شكرا لك وشكرا موصول كل المستمعين والمستمعات اللي اكيد مازال قدموا الفرصه باش انهم يشاركوا معنا ويفوزوا معنا من خلال التواصل معنا. دائما نذكر برقمنا ديال المسابقه اللي هو رقم واتساب اللي هو 07 02 02 40 40. على شدايفهم حد موفق للجميع. الى سولناك شنو هي الوصفه اللي تبغي تقدمي لنا مع فقره مطبخ ايديال شاركي معنا سر نجاح الوصفه اللي حضرتي لوليداتك بمنتوجات ايديال وفوزي كل أسبوع بمنتوجات إيديال وبعجانة من النوع الرفيح في القرعة الكبرى. إيديال مع الأمهات للحياة. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. اكيد من دابا شويه فقره هو وهي. كيف قلت الموضوع ديالنا هو الزواج من العائله واش كتشوفوا انجح اولا كيؤدي للفشل. نبغي نعرف التجارب الحياتيه ديالكم. يعني كاين بزاف الناس اللي كيتزوجوا من العائلات ديالهم تيقول لك ان من الاحسن كتعرفني وكنعرفها عارفه يعني كيف كبرت عارفيني كيفاش تربيت والعكس صحيح. وكاين تبارك الله اللي كيتزوجوا من العائلات ديالهم لان مثلا كيكونوا كبروا في عائله واحده. عارفوا ان كاين بزاف ديال العوائل المغربيه اللي كيكبروا مع بعض العمام مع بعضهم مع وليداتهم مع هاد الامور كلها. فكيف كنقولوا حنا بالدارجه زيتنا في دقيقنا. هذا هو ربما المثل اللي كنقولوه بزاف. اكيد هاد الزواج هذا واش كتشوفوه اليوم هو ناجح وكتشوفوا انه اسهل وكتشوفوا هو اللي خاصو يكون اولا هاد الزواج اليوم لا ما ناجحش. نبغي نسمع الاراء ديالكم ودائما كنبغي نسمع التجارب ديالكم. يعني دائما ملي كتعطيونا التجربه ديالكم كتكون اصدق وكتكون كذلك اننا كناخذوا منها واحد العبره والموعظه حتى التجارب ديال الناس اللي ربما مروا امام الاعين ديالكم. مرحبا بالتواصل ديالكم. نذكر بالرقم ديالنا باش توصلوا معنا 0522 36 05 36. دائما على شدايف فام. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. مرحبا بالاراء ديالكم المختلفه في الموضوع ديالنا ديال اليوم الزواج ديال العائله اليوم او الزواج من العائله اليوم كيفاش كتشوفوه. واش كتشوفوه انه بالنسبه لكم زواج ناجح من خلال التجربه ديالكم او التجربه ديال الناس اللي نتوما عرفتوهم وشفتوا التجربه ديالهم وقلتوا من انجح الزيجات هو ان تاخذ من العائله ديالك. هذا هو الموضوع ديالنا واكيد نبغي نسمع الاراء ديالكم فيه. شنو تيبان لكم واش زواج اللي كيوطد العلاقه الزوجيه كيوطد العلاقه الاسريه مع العائله ديالكم اللي تزوجتوا من عندهم اولا كتشوفوا انه تيخلق مشكل من بعد كيخلق خصومه كيخلق قطع رحم كيخلق شي حاجه من هذا الشيء. لان علاش قلت هذه الكلمه لان كاين تعليقات على الصفحه الرسميه شدايف فام اللي غنقراهم من بعد. واكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم حتى نتوما مباشره على 0522 36 05 36. تقولوا لنا الاراء ديالكم وتقول لنا كذلك يعني كيف كتشوفوا هذا الامر وكيف كتشوفوا هذه المساله هذه وكيف كتشوفوا ان من الاشياء الجميله انكم تزوجوا من العائله. اشنو الايجابي فيها وشنو السلبي فيها واش نتوما اليوم مع او لا ضد. دائما الاراء ديالكم مرحب بها على 0522 36 05 36. ام البنين والبنات على الصفحه الرسميه شدايف فهمت كلمات اغلبيه اغلبيته يؤدي الى الفشل وقطيعه الارحام.
هذا رأيي. كانت معها أو ضدها ممكن أنكم تسمعون الآراء ديالكم. أما الناس اللي ديجا يعني جربوا هاد الزواج وشافوا أنه ناجح يعطونا دائما الوصفة ديالهم كيفاش نجح وكيفاش الأمور اللي خاصة تكون باش أنه يكون زواج ناجح. والناس اللي ربما بين قوسين يعني ما توفقوش فممكن حتى انتم توصلوا معنا وتعطونا علاش باش هكذا دائما كيف قلت المواضيع ديالكم كتعطينا وكناخذوا عبره وكناخذوا موعظه حتى المقبلين على الزواج حتى هما كياخذوا فكره علاش لا. دائما حنا ما كناخذوش قيس على ذلك في المساله هذه ولكن الانسان تياخذ التجربه وكياخذ الافكار. كذلك حفيظه قالت الزواج من العائلة ممكن يكون ناجح إذا توفرت فيه بعض الشروط مثل الاحترام المتبادل بين العائلتين، عدم التدخل في قرارات الزوجين. وهذه ما نضمنهاش لك. دونك حفيظة شكرا بزاف على التواصل ديالك وعلى الرأي ديالك. أراءكم دائما مرحب بها من خلال التعليق على الصفحة الرسمية شادا اف ام. كيف ممكن تواصلوا معنا كذلك من خلال الصف مباشرة على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. دونك بزاف منا كنا كنسمعوا شحال هادي أن بزاف كيتزوجوا من العائلة ديالهم بحكم يا إما تيكونوا والديهم هما مجوجين من العائلات ديالهم بحال مثلا الأب واخد بنت خالته أو لبنت عمه، الأم كذلك، وكيبقى هاد العادة عندهم حتى في العائلة. يعني حتى ملي كيكبروا الوليدات أو لهذا كتعرف أن من الصغر فلانة الفلان وهما غاديين بحال هكا في العائلات كيقول حنا كنتزوجوا من عندنا. كاينين في دواور في قبائل، كاينين في هنايا في احياء، كاينين من عائلات، كاين بزاف اللي كيمشيو في هذا الاطار هذا كيقول لك زيتنا في دقيقنا وهما كيعرفوا ظروفنا وحنا تنعرفوا الظروف ديالهم. وكاين اللي كيقول لك كبروا قدام عينينا او لا تربوا على يدينا، يعني كنعرفوهم وكنعرفوا شخصياتهم. كاين اللي كيمشي في هذا الاطار. فاكيد كاين الناس اللي تيقول لك هاد الزيجات كتنجح وكتلقى يعني فعلا تبارك الله كبروا وليدات، داروا حفايد. وكاين ناس كتقول لك لا، مع الوقت كيكونوا مشاكل، كيولي ان العائله كتولي تدخل في بزاف ديال الحاجات. كل واحد كيفاش كيشوف المساله. نبغي نسمع الاراء ديالكم. مرحبا بها على 0522 36 0536. خديجه من ايطاليا، السلام عليكم خديجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، لاباس عليك؟ الحمد لله، يسلمكم الخير. الله يحفظك ليا. الله يحفظك ليا. بالعكس، مرحبا بك دائما. كيف عمل الجو في ايطاليا؟ كاين شي برد شي شتاء؟ كاين الشتاء والبرد غير في الصباح. يا رب يا رب يا رب توصل المغرب. يا رب توصل المغرب. يا رب يا رب. خديجه، شنو الراي ديالك في الموضوع ديالنا اليوم؟ واش الزواج من العائله ناجح او لا يقدر انه ما ينجحش؟ هاي هو في الحقيقه انا شفت بزاف ديال الناس ما شاء الله مزوجين من العائله وعايشين صراحه بخير. المشكل تيوقع في بعض الاحيان بدون تعميم، ملي كيكون الله يستر تقدر الله سبحانه وتعالى الغيار والمشاكل وهكا، هادشي كيؤدي شويه ان حتى العائله كتكون داخله في هادشي. يعني سيقت مثلا الا كانت خالتها ولا عمتها ولا هكا، فالا تفارقوا هذه ما كيتفارقوش غير الزوج والزوجه، ولكن حتى العائلة. الخوت مع اختها ولا الاخ مع اخوه هادي، وكيبدا بحال هكا صداع، وانا على قبلك تفارقت مع اختي وهادي ما بقيتش نشوف اختي. صح، تيوقع هادشي بزاف للاسف زعما. ولكن كاينين زعما كاينين دي كوبل اللي ناجحين، وكاين هذا هو المشكل الواحد في الزواج ديال العائله، ملي كيكون تقدر الله الفرق فالعائله كامله كتخاصم، حتى اللي كيوصلها كلشي كيتخاصم. ملي كيكون واحد براني راه صافي كل واحد كيفاش تيقارو هكا، ولا كانوا شي وليدات كيشوفوهم كيتفقوا عليهم كيبقاو يشوفوهم. ولكن ملي كتكون العائله كيبقى المشاكل وكيبقاو ديما في هاد المشاكل، يعني واخا هذيك كتزوج وهو تيتزوج مع العائله وداك الشيء ديما كتبقى ديك الهضره كتوصل كيبقى فهمتي. صح. قول لي خديجه، واش كتشوفي ان الزواج من العائله زمان كان ناجح واليوم ما ينجحش، او لا كتشوفي ان هاد المساله تقدر تكون كيف البارحه كيف اليوم؟ لا، كاين فرق، لان حنا الحياه غدا كتطور والحياه غدا كتغير. صح. وواحد الوقت كانوا الناس كيعيشوا مع بعضياتهم، يعني مثلا كتلقى الخوت كابرين مع بعضياتهم. صح. العمام كابرين مع بعضياتهم، فهادشي ما كانش كيسبب مشاكل. دابا ولاو يعني تقدر الوحده كتزوج بولد خالتها ولا هكا ولا ولد عمتها اللي ربما شحال هذه ما شافتو بعيد هذه، فتنسي كيدير المشاكل. كنقولوا كيبقاو يقولوا واخا راه واقيلا ولد عمي الوغ غيكون مزيان. صح. ولكن ملي كيتزوجوا داك الشيء كيعيشوا بدار حدا كيكتشف العكس، او لا الزوجه يعني ماشي ما كان العم صراحه. حنا كنعطيو امثله ماشي كان عمو صراحه.
دونك انت يا انت خديجه انت مع ولا ضد من الاخر يعني واش انت مع او لا ضد؟ انا مع ضد. انت في الوسط. انا ضد الاغلبيه ضد الاغلبيه ضد لان كاين واحد جوج ديال التجارب ما نشوفوش الوغ تنقول ضد لانني كاينين شي وحدين واحد التجربه مزيانه نجحت وكاينين جوج ديال التجارب ما نشوفش حتىهم ما نشوفش الوغ ضد يعني الاغلبيه انت درتي قيس على ذلك انت درتي قيس على ذلك صح. نعم خديجه كنشكرك نعم لاله كاين حتى في ماشي غير عندنا في المغرب كاين حتى واحد الناس من هناك حنا كاينين توانسه وداك الشيء فكاين واحد التجربه من دوله اخرى عربيه حتى هي ما نجحت لهم التجربه اذا دابا ولينا ثلاثه ضد واحد اذا ضد صافي وماتش الكره هذا خديجه. اولا شكرا لك بزاف خديجه شكرا على التواصل ديالكم حبتك ايضا شكرا شكرا الله يحفظك كنبغي البرنامج بزاف ديالكم شكرا لك الله يخطيك شكرا موصول كل المستمعين والمستمعات واكيد الجاليه المغربيه بايطاليا ومغاربه العالم كلهم مرحب بهم باش انهم يتواصلوا معنا نذكر برقمنا اللي هو 0522 36 0536 والمغاربه اللي معنا هنا ايضا والجاليه العربيه كذلك مرحب بها باش انها تعطينا الاراء ديالها وتعطينا فعلا واش تجربه الزواج اللي كتكون من العائله كتلقاوها انها ناجحه واش الفرق ما بين البارح واليوم او لا كتشوفوا ان اليوم الوقت تطورات ولينا مفتونين بالوقت كل شيء ولا عصر السرعه الى صح تعبيري الناس ما بقاش كتصبر على بعضها واش فعلا كيف قالت خديجه ان واخا كيتزوجوا من العائله الى ناض شي غيار او لا شي خصام كتولي العائله كلها كتفكك كتولي العائله كلها كتخاصم كتولي شد ليا نطلق ليك وكيف قالت كنوليو اننا ملي كنبداو نلومو تنقول ليه الولده مثلا انا تخاصمت مع اختي او لا الاب انا تخاصمت مع خويا على ودك او لا مع البنت او كيف ما كان الحال هنا واش دائما اننا خاصنا نتزوجوا من العائلات ولكن خاصنا نعزلوا ان هذوك الناس تزوجوا كوبل مع بعضهم يحلوا مشاكلهم مع بعضهم ما عدا الا بغاو يلجؤوا للانسان كبير ما ندخلوش العائله غير في الحاجات اللي فريمون قويه بزاف يعني ما ندخلوش في الشاده والفاده او لا كيبقى ملي تكون العائله لا رخص تشوف كل شيء على عينها وخاص تفهم هذه الامور كلها نمشيو لقليميم لطيفه السلام عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا لاباس عليك لاباس الحمد لله انت مع ولا ضد انا شخصيا مع ام البنين انا ضد الزواج بالعائله واه انا في حاله زعما شفت حاله ديال اختي مع ولد خالتي اييه كانت تجربه فاشله علاش اولا بعد نظر لتدخل اطراف العائله دائما كيكون عندهم كيشوفوا على ان عندهم الحق يتدخلوا في بعض الامور واه بحكم قرابه الدم وحكم انهم العائله وحده معرفتهم بعض التفاصيل يعني بحكم انهم قراب من العائله كيكونوا عارفين بعض التفاصيل اللي كيخلوهم يتدخلوا بين الزوجين نعم ثانيا من بعد هاد التبعات ديال هذا الفشل انها كانت قطيعه تامه بين الام ديالي والاخت ديالها نعم حتى حنا شويه بقينا انتما تاثرت خلاوها المصريين خدتم الحب بجانب واخا هذا ماشي حب ولكن خديتو من داك انتما تاثرتوا بالموقف يعني شحال دازت واحد المده باش يلاه نحاولوا نتجاوزوا الموقف باش نخلو ماما تكون مع اختها مزيان حتى شافوا هما حياتهم من بعد كل واحد شاف حياته وكذا عاد رجعت الامور نعم قولي يعني انا قولي لطيفه واش هاد المشاكل كتكبر الا كنا ساكنين في دار وحده مع العائله ديالنا اولا هي غتكبر واخا نكونوا ساكنين بعاد واخا عازلين هي كتكون اعمق الا كنا مع العائله كتكون اعمق كتكون قليله ولكن الا كانوا عازلين ولكن دائما اطراف العائله كيكون عندهم كيشوفوا على ان راه عندهم الحق يتدخلوا في بعض الامور نعم واش حيت حنا كنعاودوا واش حيت حنا كنعاودوا حنا كان اليوم غيجوني الامثله المصريه بزاف كنشروا الغسيل ديالنا قدام الناس ولا علاش يعني انا ما كنخليوش انا خصوصيه ديال الكوبل تفل ملي كتكون العائله يعني في دار وحده كاين واحد المواضيع تناقش في غرفه النوم يعني واخا يكون مشكل واش حيت حنا كنعاودوا كنتشكاو الى حد ما وحتى حيت حنا عائله كبيره يعني عارفين بزاف ديال التفاصيل على كل شخص صح يعني صح. كتكون شويه كندخلوا من داك الجانب نعم اول شيء كنشكرك دابا انت ضد تماما وليت شي في العائله جمله وتفصيلا على انه الا جا شي حد من العائله على انه غيخطب اختي ولا كذا الاخرى كنقولوا حنا ضد من الاب ونقطة أخرى على أن الأب ديالي مازال ما يقدرش يتجاوز هذيك النقطة ومازال قاطع العلاقة مع أخت مع خالتي يعني مع خالتي لحد الآن احنا تجاوزنا احنا الأولاد والأم ديالي تجاوزنا وحاولنا نخلو الأمور تمشي والحياة تمشي لأن داكشي كيتجاوزوا الناس ولكن
الاب ديالي ما قدرش يعني درتوا محاولاتكم هاد الامور كلها وما ما يمكنش. هو بقى شد خاطر واخا ممكن تجينا للدار وتعامل معاه كذا ولكن دائما كيحاقد يعني دائما رايه كيقولوا هكا. واش هو دا هو الانسان الكبير في لا فامي ديالكم؟ هو الكبير. نعم. اول شيء الله يحفظه لكم وكيف اعطيتينا الراي ديالك من تجربه حياتيه. شكرا لك بزاف لطيفه مقليمي والشكر موصول لكل اكيد انا اسعد لكل المستمعين ديالنا بالاقاليم الجنوبيه. شكرا لهم, شكرا على المحبه ديالهم, وشكرا لكم ايضا اللي غتواصلوا معنا مازالوا تعطيونا الاراء ديالكم سواء على الصفحه الرسميه شاداي فام. كيف ممكن انكم تواصلوا معنا من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. سمعنا جوج الاراء ضد, صراحه نبغي نسمع مع من خلال التواصل ديالكم الزواج من العائلة مع أو ضد. مرحبا بالتواصل ديالكم على رقمنا 0522 36 0536 على شاداي فام. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات, مرحبا بالآراء ديالكم دائما في الموضوع ديالنا اللي اختاريناه اليوم اللي هو الزواج من العائلة. واش كتشوفوا أنه اليوم نقدروا نقولوا أنه من الزيجات الناجحة أو لا فشل؟ شفنا اليوم من خلال المكالمات ديالكم أن الناس اللي تواصلوا معنا كانوا ضد ناس شافوا تجارب أخرى اللي قالوا أنها ضد, سواء ماشي فقط دائما غير في المغرب ولكن حتى قاسوها على دول أخرى. وكذلك تواصلوا وتكلموا على أن هاد المسألة كتبين أن بعض المرات كيكون واحد الخصام على مستوى العائلة. كيف قالت لطيفة من قليميم أن وخا تفارقوا وخا هاد المسائل كلها بقات العلاقة شوية خيبة ما بين الخالة واختها ودابا ما بين الأب ديالها ونسيبته كيف كنقولوا يعني ما تيتكلموش. دونك هادشي اللي كيخافوا منه الناس كثير مرات ولكن كاينين نقدروا نكون نسمعوا معاه علاش لا. عليا من الرباط, السلام عليكم. وعليكم السلام. والله لاباس عليك, أمورك هانية؟ الله يكثر خيرك. الله يحفظك ليا. الله عليكم وتبارك الله على التدخل ديالكم. الله يحفظك. جو سوي اون فان دو شادا اف ام. الله يحفظك الله يحفظك. عليا عافاك, تقدر تنقص الراديو او لا تطفيه باش نسمعوك مزيان حيت كنسمعوا الصوت كيرجع. وي واخا ممكن. مرحبا عليا, مع او لا ضد؟ ضد 100%. باقي ما بغاش تجي هذه اللي غتقول لي معايا. ضد 100% بحكم تجربة عشتها شخصيا. واخا دونك الى شي حد باغي يخسر عائلته اجمالا يتزوج من العائلة حتى لهاد الدرجة. اكزاكتومون. نعم. تقدري تشرحي لينا شوية الى كان ممكن؟ لا باش غادي نبدا سي ان سوجي كي تري تري كومبليكي. بحكم ان واخا ما تبغيش انت تدخلي اولا ما تتيحيش الفرصه لشي حد يتدخل غادي يتدخل. نعم. يعني كتخسر افراد العائله ديالك. كتخسرهم, كتخسر العلاقات الوديه, كتوقع قطع الرحيم. بزاف ما يتقال في هذا الموضوع هذا بزاف. مدام عليا, تصور انها اذا تزوجات يعني من ولد عمها او لا من ولد خالتها انها كتربح العم او لا كتربح الخاله فراه هي غلطه. لان الخاله بمجرد ما انت كتزوجي كتولي حماتك, ما كتبقاش خالتك. نعم. عليا, احنا ربما اليوم كناخذوا من التجارب الحياتيه ديال كل واحد تصل الى عطينا تجربه قريبه ليه. تكلمتي على ان التدخل كيكون, واش كتهضري على ان العائله يعني اللحمة او النسيبه او الخوت او الويس او النوطات كيف كيتسميو, واش هما اللي كيدخلوا كيخلقوا المشكل وكتلقاي الطرفين يعني الزوج والزوجه ما عندهمش حيله يعني انهم كينصاعوا لهاد التدخلات؟ نعم. لا ملي كتكون الامور غاديه مزيانه 100% تو فاديا الحمد لله. المسائل كتكون على ما يرام, دونك كيكون داك شويه ديال لا سوسيبتيبيليتي الزايده, كتكون شويه ديال لان اطراف العائله, ولكن كتقدري تجاوزي هذا الموضوع. صح. مي اون فوا كيوقع مشكل سي لا وكتخسري يعني ما كتبقايش مشكل, ما كيبقاش عندك مع الزوج ديالك فقط. نعم. كيولي المشكل مع العائله هو وشركائه هو والعائله وكل شيء. كيولي مشكل كبير.
هي كتاخذي قرار وكتبعدي وكتخليهم لان يفوا فواغ لا فوغ يفوا فواغ لو طون يفوا فواغ داكشي كيولي بحال التمزيق صح يعني كتمزقي وخصك يكون عندك الجهد لداكشي وي وي بحال الاستئصال انك كتحيدي واحد الحاجه كتبعدي وكتخرجي وكتخلي حتى داك الضبابه كدوز وداك اللي كنقولوا حنا داك العجاج وي. العجاج كله كيدوز وتيسي دو كل ماتي شويه المسائل ولكن سي تري ديفيسيل نعم. هذا النوع من المشاكل فعلا واخا الانسان كيتفارق وكيف قالت لطيفه ان الانسان كي السيده كتعاود تزوج والسيد كيعاود يتزوج كتلقاي ان كتبقى دائما داك الحرب البارده مع العائله كتبقى لان العيب ملي كيخرج من فرد بعيد تقدري تقولي نقدروا ندوزوا انسان غريب تقدري تفاوتيه ولكن العيب ملي كيخرج مع دي بيرسون اللي انت كبرتي معاهم ونعستي معاهم وتشاركتي معاهم الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه وكبرتي معاهم نعم ويعني تيخرج العيب تيولي لك شي موضوع شويه صعيب انا ما عرفت علاش حاسه بك فريمون ضروره من هذه المساله هذه من خلال الكلام ديالك مي انا كنشكرك الحمد لله الحمد لله انا نبغي نسمع ابتسامتك صراحه والضحكه ديالك الا كتبغي شي حد وشي حد عزيز عليك وبغيتيه يبقى في الوقار بحال اللي كنقولوا قالوا جدودنا القدام كيقول لك بعد من دمك لا يطليك ايفيكتيفمون سي ان فيرديكت كي ا سا فالور نعم. اولا كنشكرك مدام علي على التواصل ديالك على انك وصلتينا فكره من التجربه ديالك شكرا لك بزاف ونبغي نسمعك ان شاء الله في مواضيع اخرى شكرا لك بزاف مدام علي وكل الشكر الله يحفظك ليا الله يحفظك وشكر موصول كل المستمعين والمستمعات اللي قدامهم مازال فرصه انهم يتواصلوا معنا ويعطيونا الاراء ديالهم صافي غير لحد الان سمع ضد 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 صراحه كنتشوق انني نسمع معها نسمع ان لا ما كاينش مشكل ان عادي سي فري كل هاد الاضداد اللي سمعنا ما نقدروش نقولوا انها ما كايناش لان بزاف الناس سي فري كيخافوا يتزوجوا من العائلات ديالهم لان الزواج ماشي كله حياه ورديه راه الزواج مسؤوليه الزواج انك تكتشف الطرف الاخر كتكتشف داك الشخص ماشي نقولوا على حقيقته ولكن راه كاينين دي ديتاي ما كيبانوش غير في الزواج راه حتى كتعاشر داك الانسان كتشوفوا الصباح والعشيه والنهار كتولي كيولي داك الاحتكاك عاد ديك الساعات كتقدر تكتشف وتعرف داك الانسان مزيان اما في الحاجه في السطحه راه ما يمكنش تعرف راه ما يمكنش تعرف الدواخل ديال الناس حتى كتعاشرها باش راه ما يمكنش نحكموا فبالتالي نبغي نسمع صراحه رايي اولا شي حد يكون كيسمعني يقول لي لا جميلة أنا معه والتجربة ديالي كذا وكذا نمشوف الإيجابية شوية أكيد تهد الآراء هذه شكرا لكم بزاف وأكيد تنس لي مع ضد تقدر أنا تواصل معنا مازال رقمنا راه الإشارة 0522-36-0536 على شدايف فامة من جديد مرحبا بكل مستمعين ومستمعات مرحبا بالآراء ديالكم المختلفة في الموضوع ديالنا اللي اختاريناه اليوم من خلال فقرة هو وهي تكلمنا اليوم على الزواج من العائلة واش كتشوفوا أنه من زيجات ناجحة أو لا كتبوا بالفشل أكيد الآراء ديالكم مرحب بها دائما في إطار مع أو ضد مرحبا بالتواصل ديالكم سلمى من محمدية سلمى السلام عليكم وعليكم السلام كدير أخشي لبس عليك الله يحفظك ليا شكرا لك مرحبا سلمى بخير الحمد لله أنا فرحانة بزاف والله حشد لي الخط مرحبا بك مرحبا بك قول لي سلمى الرأي ديالك أنا أقول لك الرأي ديالي حيت أنا عايشة فيه واخا انا انا وخت من العائله عندي انا ماشي ضد وماشي لحقاش انا الصراحه العائله ديالي انا ما لاقيش معها مشكل انا اللي لاقي مشكل مع الزوج ديالي واه صراحه انا ما لاقي العائله صراحه ما كيدخلوش بيناتكم شوفي ما كيدخلوش بيناتهم بحال انا ساكنه بوحدي ما ساكن معايا حد واه ولكن الزوج ديالي ما صراحه هو اللي فيه المشكل هو اللي فيه المشكل والله علاش كنت لك انا ما معاه نعم ولكن سلمى ها هو كاين مشكل ما حاولتوش تلقاو لي حل ما حاولتوش تقلبوا على حلول والو كيف الحل واخا تبغي تلقاي الحل واخا كلشي ديما كاين مشاكل ديما كيقول ديما كيقول هذيك زعما دارتها لي فلانه ولا دارتها لي ديما نتي لوم لي زوجو نعم ديما نتي لوم لي زوجو
ديما ديما هادي هي صراحة المشكلة. أنا دابا لاقية مع هاد الناس هي مشكل. نعم. ملقي مشكل حتى شي حاجه. نعم نعم. ولكن ما كتحاولوش تلقاو حلول؟ ما كتحاوليش انك تعرفي علاش تيقول هذا الكلام؟ بعض المرات كتقولي ترى بعض المرات كتقولي احسن حاجه هي درت خديش ولد خدي زعما من عائلتي هادي هادي. بعض المرات كتقولي يخ على النهار اللي عرفت. نعم سمحوا لينا ولكن هذا تعبير شويه داير. ولكن سلمى واش مع عمرك جلستي مع عائلته تهضري معاهم اولا نيت فعلا اللي كان السبب ان لقاكم وزوجكم انا تقول لها اش كيقول اش كيقول باش نعرفوا السبب علاش؟ لان تلين مع عمر كنت من صراحه انك تجلسي ويكون الحوار بينك وبين الزوج ديالك باش تعرفي بعدا غير السبب باش ترتاحي انت ويرتاح له هو. يعني ربما تقدر ان التصرفات شي حاجه تكون كتقلقه او كيف هو تصرفاته كتقلقك او كلامه كيقلقك راه ربما انت تقدري تكوني كتصرفي شي تصرف بالنسبه لك هو عادي هو كيقلقه او لا كيحرجه وحيت ما قادرش يعني انه ينتفض قدام العائله ديالو فكيقول لك هاد الكلمات. اول شيء سلمى كنشكرك بزاف 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 على التواصل ديالك والله يحفظك ليا وان شاء الله كيف كنقول الله يصوب لك. وشكر موصول كل مستمع مستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا مازال رقمنا دائما رهن الإشارة اللي هو 0522-36-05-36. تعليقات أيضا من خلال صفحة الرسمية شاداي فيم. لم يأت كلمة الزوج من العائلة كيسبب الكثير من المشاكل لأنه عندما يحدث مشكل بين الزوجين تتدخل العائلة وتتكاثر الآراء والقيل والقال وبالتالي ينتهي هذا الزواج بالفشل وقطيعة الأرحام. كذلك علاء تكلم السلام قالت لي أن سناء من مكنس من جوجة بنت من ابن خالتي الحمد لله زواج ناجح هو كيقوي العلاقة بين العائلة خصوصا إذا كان الزوج مستقلين وعند نقاش عدم سب أحد الأقارب الطرفين مع العلم عندما الولادة كانت أقرب زوجي الأسبق بالاهتمام بعند النفاس. زوينة هذه المسألة تكلمت على أن تزوجت من ولد خالتها وتكلمت على أن حتى فاش ولدت العائلة ديال الزوج ديالها هي اللي كانت كيف مقابله نفيسه وقالت انه مستقلين غير ما يكونش حتى في الخصام واحد ما يسب واحد. هذه سواء باش نكون واضحين سواء خديتي من العائله ديالك او لا خديتي ماشي من العائله ديالك ما غيكونش اكيد. كاين جعفري اللي كذلك هو كيعاود المثل اللي الدارج اللي تنقولوه بعد من دمك لا يطلق كيف قالت لنا تعاليه. يعني هنا كناخذوا غير التجارب ديالكم اكيد. هنا لقيت بعدا لقيت مع اللي هي سناء من مكناس واكيد بغيت نسمع الاراء ديالكم مازال تقولوا لي واش مع او ضد. دائما حنا مثلا كنعللوا علاش. سهام من الدار البيضاء. سهام السلام عليكم. وعليكم السلام لاله جميله. اهلا وسهلا لاباس عليك الله يحفظك ليا الحمد لله. انا اختي مع زوج العائله مي بشرط نعم ما تكونش الام اللي فرضات على ولدها هاد الزواج. هاد الزواج هاك. انا خويا مزوج بنت خالتي كانوا كي فريمون كيبغيو بعضياتهم وتزوجوا. حنا انفجا قال لنا راه ناخذ فلانه فرحنا وي فرحنا لواحد الدرجه ما نقولش ليك حسينا بحال غياخذ شي وحده اللي فهمتي حنا مقربين ليها بزاف فوالا مربي حداكم كبره حدا عينيكم وي وسيرتو هو اللي اختار ماشي ماما اللي اختارت مزيان. يعني حنا كنا حنا عارفين بانهم هما مع بعضياتهم ولكن فرحنا بزاف حيت ما كانوش دي بروبليم. حتى دابا ملي سيكون مشكل بينه معاها وهي كتقول صافي انا غنمشي في حالي نعم انا غنمشي في حالي غنمشي للدار مع داك الموضوع هنا لا اختي ما لو واش كل اللي قال لينا بغيها انا انت ما لو واش كل اللي قال لينا بغاها انا اذا ما تقطعوش العائلات صح غتحلوا المشكل بيناتكم كيف ما قال الله حكم من اهلها وحكم من اهله صح. غير هي ما تكونوش العائلات مضابطين صح دونك كيف قلتي ملي تيكون الاختيار نابع من طرفين بعض ما يكونش شي واحد هو اللي فارض صح صح. كنشكرك بزاف يكون الاختيار ما تكونش مفروض صح صح. وكنتمنى العيالات يصرحوا لوليداتهم اللي كيختاروا والعدوزه كتبقى عدوزه والويسات كيبقاو الويسات وحتى واحد ما كيجي في بلاصه واحد. اكيد كنشكرك بزاف احترام من الاول اكيد. ختام وسكر معك شكرا لك بزاف سهام من الدار البيضاء شكرا. اليوم شفنا امثله مختلفه وشفنا كل واحد فينا فين كيصب وفين كيشوف هاد النقطه هذه والاختلاف راه كنقولها دائما ميزه. اكيد كاين الناس اللي كانت مع لاسباب وكاين الناس اللي كانت ضد لاسباب. سمعنا الاراء المختلفه كنشكركم بزاف على التواصل ديالكم واكيد على الاراء ديالكم مختلفه فرحتوني بها سواء على الصفحه الرسميه شاداي فيم او مباشره.
قبل ما نشكر ولكن نشكرهم دابا، جمال كان معي في الإخراج وحسام مواقع التواصل الاجتماعي، التحق بيا يوسف التبابي، أهلا وسهلا. ويوسف التبابي اللي التحق بيا هاد اللحظة تما، شكرا لا غنشكرك بطبيعة، أنا ديما تنشكرك يوسف. اليوم تكلمنا على الزواج من العائلة مع أو ضد؟ ضد. ضد علاش؟ لا بتاتا عرفتي ديريكت لا عرفتي علاش؟ لانه بحال هاد المسائل هادو كيوقعوا لبزاف ديال الناس وكيواجهوا بزاف ديال الشباب كنعرفهم، وفعلا عندهم قناعات ديال انهم باش يحافظوا على العلاقه وتبقى هذيك صله الرحيم وهذيك الاخوه وهذيك المحبه ما بين العائله، لانه احيانا كيوقعوا بعض المشاكل اللي ربما ما كتعرفهاش ملي كتخرج ديك، فبالتالي كيأدي ربما الموضوع والمشكل يعني انقطاع صلة الرحم ما بين العائلات وما بين الأسر وما بين الإخوة، الأخ مع الأخ ديالو مثلا، واحد واخد بنت عمو ولا بنت خالته ولا كذا. فأنا أعتقد بأنه أبار ربما المشاكل ربما تقدر توقع يعني في الصحة والأبناء وما إلى ذلك، لأن ما عندناش واحد المعطيات، أنا لست متخصصا ولكن داكشي اللي كنسمعو وداكشي اللي تنقراو تنعرفو. فنصيحتي أنه الإنسان يحاول ما أمكن أنه يخلي بلاصتو مزيانة مع العائلة وتبقى ليماج ديالو يعني نقية وزوينة مع أنا غنختم بالكلام ديال سهام فاش تكلمات أن زواج العائلة من تيكون الزوج أو الزوجة هما اختاروا بعض، ما كيكونش تدخل من الأم أو الأب ديال الزوجة أو لهذا، ملي تيكونوا هما اختاروا بعض فيحلوا مشاكلهم مع بعض وما يدخلوش العائلة. وديما راه بزاف ديال الأسر ملي كتبغي تزوج، ملي كتمشي تخطب مثلا من عند اختها أو لا يخطب من عند خو، تيقول لي حنا غنخطبوا لكم اليوم ولكن عافاكم خليونا في التقار، ما تجبدوش لنا مشاكل، ما تخليناش نخسروا بعضياتنا. دونك ألف تخميمة وتخميمة ولا ضربة في مقص كيف كنقولوا دائما. شكرا لك يوسف تبابي، ولكن نخليكم مع يوسف اللي غيذكركم بعناوين نشرة الظهيرة اللي غتلقاو بها أيضا في 12 ونصف قسم الصحفي. جميلة، كتمنى لكم بقية أوقات جيد مميزة على إذاعتكم شاد إف إم. سلام عليكم.